أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. قول لي يا سمير، يعني أقدر أحطه الناحية التانية ولا لأ؟ الكاس أقدر أحطه هنا ولا صعب؟ زي ما أحب. طب حلو جدا، أصل إحنا إمبارح حطيناه هنا وقبل كده كنا حاطينه هنا، فالمرة دي نحطه الناحية التانية برضه عشان تبقى إيه؟ حطيناه في الـ يعني كأس أفريقيا موجود معانا، نحطه في كل الاتجاهات، كاس كاسنا ونعمل اللي احنا عايزينه فيه. يعني طبعا سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم على الهواء مباشره علشان دائما نحتفل بهذا الكاس. ليه احنا السنه دي بنحتفل بشكل، السنه اللي فاتت لو فاكرين البطوله السنه اللي فاتت خسرنا، السنه اللي قبلها البطوله كانت في وسط مباريات الدوري، يعني رجعنا من البطوله لعبنا مباريات دوري على طول. السنه دي الحمد لله عندنا راحة أو عندنا أسبوع يخلينا نقدر نحتفل. النادي الأهلي متعود، يعني أكتر نادي واخد هذه الكأس 11 مرة، وبالتالي إحنا متعودين، ولكن عايزين نفرح، عايزين نتبسط. الناس عمالة تقول لي إسلام خلي الفرحة شغالة، خلي الفرحة شغالة، خلي الناس مبسوطة، لأنه بالفعل هي واحدة من أهم وأغلى البطولات الإفريقية اللي توج بيها النادي الأهلي أعتقد في الألفية الحديثة. طب ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأن كل الظروف كانت اللي كانت محيطة بالمباراة، والحقيقة هنا درس كبير جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أنا هتكلم عنه كتير النهاردة. درس من مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة في كيفية لعب المباريات النهائية وكيفية الاستفادة من الأخطاء. يعني إيه؟ مفيش حد كابر وطلع قال لك إيه؟ إحنا لم نخطئ. ممكن ما تلاقيش حد اتكلم فيها، ولكن عايز اقول لحضراتكم ان احنا كل الاخطاء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي بالكامل تداركتها اداره الكوره مع الجهاز الفني مع اللاعبين في مباراه اول امبارح او مباراه يوم الاحد. كل الاخطاء، قول زي ما انت عايز بقى، اللي حصل السنه اللي فاتت، اللي حصل من كام سنه، كل الاخطاء اتحطت. واضح ان الكابتن خطيب وهو بيتكلم مع الناس قال لهم احنا عندنا اخطاء 1 2 3 حصلت في العشر سنين الاخيره، مش عايزينها تتكرر تاني عشان نقدر نكسب هذه البطوله. وده اللي حصل، ان احنا كسبنا هذه البطوله بهذا الشكل وبهذا الاداء وبهذه الروعه. طبعا بخلاف ان البعض من الناس اللي شككوا في قدره النادي الاهلي في التاهل من دور المجموعات، يمكن هذا البرنامج والشخص اللي امام حضراتكم مش عايز اقول كنت الوحيد. الفترة دي أنا كنت بتكلم مع الكابتن، اتكلمت مع كابتن خطيب كذا مرة، تحس ثقة كبيرة جدا جدا من هذا الرجل في مجموعة اللاعبين اللي موجودين معاه. على فكرة كابتن خطيب ثقته كبيرة جدا في مجموعة اللاعبين اللي موجودة. اللي حصل إن دور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود قدر يوفر أجواء أكثر استقرار لفريق كرة القدم من زمان، ويمكن مجلس الإدارة خطط لهذا الإنجاز اللي احنا بنحتفل بيه مع حضراتكم دلوقتي. من وقت، لو خلينا نفكر واحدة واحدة ونرجع مع بعض، ما ورناش حاجة. من وقت توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش، أنا يمكن أرجع قبل كده كمان، يمكن أرجع قبل كده بشوية وأقول من وقت ما إدارة الكرة إدت للاعيبه النادي الاهلي في ذلك الوقت اجازه قبل نهايه الدوري بفتره، بسبع ثمان ماتشات على ما اتذكر. من هنا وجهه نظري الشخصيه ان من هنا بدا الترتيب لبطوله افريقيا اللي بعد كده، اللي هي اللي احنا خدناها الحمد لله النهارده او اليوم الاحد اللي فات. هنكمل كلامنا في هذا الامر، ولكن خلينا احنا بنحتفل مع فريقنا، بنحتفل مع مجلس ادارتنا، بنحتفل مع جمهورنا دائما علشان عايزين نهني كل من له دور في هذا الأمر. خليني أروح للأستاذ محمد الغزاوي. أستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي ما بتكلم على مجلس إدارة النادي الأهلي، أي حد بيطلع يتكلم معانا بيبقى ممثل لمجلس إدارة النادي الأهلي. وبالتالي من كام يوم أستاذ محمد الغزاوي كان رئيس للجنة اللي بتنظم بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، واللي حضراتكم شفتوا النجاح الكبير وكانت منقولة على شاشة قناة النادي الأهلي. ومن بعدها مجلس الإدارة خلاص خلصنا المهمة دي، نركز بقى في إيه؟ في نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي الحمد لله خدناه وقدرنا نكسبه.
استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ والف مبروك، الف مبروك النجاحات الكثيره جدا خلال الفتره الاخيره. كابتن اسلام ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. الله يبارك فيك، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري، لان النادي الاهلي هو مش بيمثل نفسه، هو بيمثل الشعب المصري. فانا ببارك لكل جمهور الشعب المصري والنادي الاهلي خاصه على هذا الانجاز، والحمد لله قدرنا نفرحه. الحمد لله انجاز كبير جدا، ولكن معلش خليني ارجع خطوتين ورا برضو، علشان ليه احنا بنحتفل بكل اعضاء مجلس الاداره وبنقول لكم مبروك وبنشكركم على الاداء وبنشكركم على المجهود المبذول؟ وانا عارف الرد هتقول لي لا ده الجمهور يستحق اكتر من كده، لان فعلا جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده، ولكن من برضو من اقل من اسبوعين الحقيقه، يمكن او من اقل من شهر، كان بطوله كاس الكؤوس الافريقيه سيدات ورجال نادي الحمد لله، كانت هذه البطوله منظمه سيدات ورجال في صاله النادي الاهلي، وبالتالي نجاح كبير جدا جدا جدا، وتم نقلها على شاشه قناه النادي الاهلي، وحضرتك كنت رئيس اللجنه المشرفه على هذا الامر، وبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي نجح في تنظيم هذه البطوله اولا، ثم بعد كده الكل تفرغ للي بعد كده. حقيقه وانا كنت يا دوبك قبل البطوله دي انا كنت رئيس بعثة النادي الاهلي في ماتش الرجاء مظبوط في المغرب، ورجعت من هناك كنت انا رئيس اللجنه العليا، يعني شرفت مجلس اداره ان انا اكون رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله، لاول مره يبقى عندنا كاس السوبر، وكاس السوبر صح والسوبر الافريقي رجال وسيدات، ولاول مره يقام من اربع فرق السوبر مش من فرقتين، نعم، ويليه بطوله افريقيا لابطال الكؤوس رجال وسيدات، وكان 22 فرقه، في فرقه اعتذرت في الاخر، كان 19 فرقه في ابطال الكؤوس واربع فرق في السوبر. كانت بطوله لاول مره من فتره طويله بتقام على صالتين النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل وصاله الشهداء، ولاول مره تقام بجمهور من فتره طويله جدا داخل النادي او داخل اي نادي في مصر، تبقى البطوله مقامه بجمهور، والحمد لله ربنا وفقنا، البطوله تمت بشهاده الاتحاد الافريقي، والدكتور حسن مصطفي الاتحاد الدولي كان موجود، ان البطوله كانت من افضل البطولات تنظيميا اللي تمت، الحمد لله خرجت من غير مشاكل خالص، خرجت على احسن شكل يليق بالنادي الاهلي واعضائه وجماهيره، وتليق بمصر، لان البطوله دي بطوله افريقيا، واحنا يعني مصر هي اللي ليها السياده في افريقيا، والمفروض ان احنا نكون نظهر بمظهر يشرف مصر ويقول ان مصر تستطيع انها تنظم اي بطوله قاريه او دوليه او يعني اي بطوله مصر تقدر تنظمها بالشكل اللي يليق باسم مصر. الحقيقه يا استاذ محمد الف الف مبروك، لان هذه البطوله تحديدا او هذه البطولات اللي تم تنظيمها على صالات النادي الاهلي المختلفه كانت مسار، يعني الناس كلها كانت مبسوطه بالشكل والاداء والتنظيم الرائع، ما شفناش الحقيقه، يعني حاولنا ان احنا نتكلم مع كثير من اللاعبين، كلهم الحقيقه كانوا بيشيدوا بالاداء، وده اللي متوقع الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي، لان في النهايه زي ما حضرتك قلت احنا بنمثل بلدنا، بنمثل النادي الاهلي طبعا وبنمثل بلدنا. بعد كده الكل ابتدى ينظر الى دوري ابطال افريقيا، ومجلس اداره النادي الاهلي في مسانده لاعبي كرة القدم أو الفريق الأول لكرة القدم علشان نقدر نفوز بهذا الكأس للمرة الـ11، يعني ترتيبات رائعة وتنظيم رائع في كل حاجة الحقيقة يا أستاذ محمد. بص يا كابتن إسلام، أنت يعني كنت لاعب في النادي الأهلي وفي جيل كمان من الأجيال الذهبية في النادي الأهلي، فأنت عارف إن دايما دور مجلس الإدارة يكون في إن هو إزاي يوفر كل الإمكانيات علشان يوفر جميع الفرص للفرق، وطبعا منهم كرة القدم وخاصة كرة القدم، ازاي ان احنا نوفر لهم ونهيئ لهم كل الظروف عشان يقدروا يأدوا اعلى اداء، وازاي يقدروا يكونوا في اعلى قمة تركيز، الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين. ده دايما بيبقى دور مجلس الادارة، انت عارف مجلس الادارة لا يتدخل صح الشؤون الفنية تماما، من قريب من بعيد، مهما حصل، مهما كان في اي عدم اتزان في اي فرقه من الفرق، مهما كان في اي شيء صحيح، فاحنا دايما دورنا ان احنا ازاي نقدر نعالج، ازاي نقدر نوفر الظروف انها تهيئ لهم عشان يأدوا افضل ما عندهم. كان عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني والطبي والاداري واللاعبين،
ان هم يستطيعوا ان هم يفوزوا ببطوله افريقيا. احنا كنا شايفين قد ايه الفرقه عندنا اللاعبين اللي موجودين لعيبه كبيره جدا، معظمهم منتخب مصر، معظمهم منتخب بلادهم بيلعبوا، مدرب ما شاء الله عليه بعقليه قويه جدا وفكر وشخصيه قويه جدا، وزي ما بنقول عليه كده راجل اداري صحيح، بيعرف يدير مباريات، بيعرف ازاي يخرج بالنتيجه، بيعرف ازاي يخطط. دور مجلس الاداره كان ان هو يوفر، طبعا كابتن محمود الخطيب هو انت عارف هو المشرف على الكوره من صحيح. مجلس الاداره، ومعاه لجنه التخطيط ولجنه الكوره اللي موجوده، والحمد لله قدروا ان هم يحتووا الفريق بشكل جيد جدا. كان عندنا اخفاق بتاع او هزيمه كانت بالنسبه للناس غير متوقعه النتيجه بتاعه سان داونز، نعم، لكن خرجنا من هناك الحمد لله رب العالمين. اللعيبه قويه جدا من بعد هذه المباراه يا استاذ محمد، 16 مباراه كسبنا 14 وتعادلنا مباراتين من بعد مزبوط. يعني مباراه سان داونز يعني مظبوط. اللعيبه كانت هنا شخصيه اللاعب بتاع النادي الاهلي حقيقي، انه لما بيحصل اي اخفاق او نتيجه غير متوقعه شخصيه لعيب النادي الاهلي بتبتدي تبان، وبتبتدي يقول لك انا بلعب في النادي الاهلي يعني انا اقدر، يعني ده برميه ورا ظهري وببص لقدام وبكمل، المهم النتيجه النهائيه. هو ده اللي حصل، ان احنا كملنا الحمد لله، ربنا كرمنا بماتش بعد كده الرجاء هنا 2-0، القطن الكاميروني 3، وبعد كده الهلال، وبعد كده رحنا لعبنا الرجاء برضو عندنا 2-0 وهناك 0-0، ومباراه قويه جدا لان الرجاء فريق قوي جدا وفريق محترم جدا وبتلعبه على ارضه في المغرب، وبعد كده لعبنا الترجي ربنا كرمنا هنا وهناك، وبعد كده بقينا خلاص في المباراه النهائيه اللي بتحدد البطل. كل الناس من مجلس اداره، من عاملين في النادي، من اجهزه فنيه، من اجهزه طبيه واداريه، من لاعبين، كله كان في حاله تركيز شديده جدا خلال الفتره دي كلها، لان انت خلاص بتبقى على بعد خطوه واحده من التتويج حقيقي بالبطوله ال 11 انجاز مع باقي البطولات، الالقاب اللي اتحققت مع الانجازات اللي موجوده في كل الالعاب الرياضيه السنه دي في النادي الاهلي صحيح. كانت بطوله مهمه جدا جدا صحيح. خساره البطوله في نفس الملعب السنه اللي فاتت في بعض الاجواء اللي كانت بالنسبه لبعض الظروف مختلفه تماما الحقيقه، مختلفه نعم. اجواء وظروف مختلفه صحيح. تماما، وجمهور انت عارف جمهور المصري الشعب، لا عدم الحياديه و... عدم الحياديه والجواب يعني حاجات احنا بنقولها كتير يعني، والجمهور الشعب المصري دايما عنده حته العاطفه وبيتاثر بالحاجات صحيح. جدا بيبقى مش قادر ينساها يعني، فكان بالنسبه لهم المباراه مهمه جدا يعني. فاللعيبه فعلا كانت على قدر المسؤوليه، هنا حققنا نتيجه صحيح، دخل فينا جون في الاخر وبقت المباراه اللي هناك اصعب شويه. استاذ محمد لما الجون ده دخل، هل انت بيني وبينك يعني حسيت باي حاجه؟ يعني هل حسيت ان الجون ده فرق، جاب لك شويه احباط شويه، ولا حسيت ان انا هروح اكسب هناك؟ بص، الجون لم يحبطني من قريب ولا من بعيد خالص، انا كل ما هو الموضوع ان هو خلاني بس حسيت ان اللعيبه صعبوا عليا ان هم يبقى عندهم ضغط اكتر شويه، ولكن كان عندي ثقه رهيبه ايوه ان احنا برضو رايحين هناك ان شاء الله معديين وكسبانين وبطوله، يعني كان عندي ثقه كبيره جدا الجون ما فرقش بالنسبه لي يعني ما حسسنيش ايه النتيجه اللي مش كويسه، يعني كانه ما جاش، اكنه ما جاش انا بس كان يعني كنت بشفق على اللعيبه ان الضغط هيزيد عليهم سنه صغيره، ولكن انا كنت حاسس عندي في اللعيبه والفرقه اللي موجوده في هذا الجيل دلوقتي مع المدرب اللي اسمه كولر وكل الجهاز اللي معاه عندي فيهم ثقه كبيره جدا ان هم ابتدوا يرجعوا لنا اجيال بدون ما نقعد نذكر اسماء صحيح، رجعوا لنا اجيال كنا بنبقى قاعدين بره بنتفرج على الماتشات بنطمن وخسران 2-0 وعارف انك هتكسب 3 صحيح صحيح، هم رجعوا لنا هذا الاحساس وهذه الثقه وخلوا جمهورهم عنده الثقه دي فيهم بشكل كبير جدا، فكنت مطمن جدا. طبعا الاجواء كانت صعبه وانت بتلعب الوداد صحيح، جمهور المغرب جمهور كبير جدا ومحترم جدا وبيعرف يشجع فرقته كويس وبيعرف يحط ضغط، ولكن اللاعبين فعلا لما تبص على اللعيبه وهي بتلعب مع مرور الوقت جوه الماتش، ابتدينا الماتش ممكن اللعيبه فيه شويه لخبطه الجون اللي جه، كل ما الوقت بيمر اللعيبه بتقول لك احنا كبار وبنعرف نثبت على الارض اكتر، مظبوط، كل ما الوقت يمر تحس ان لا انت بتقرب، كل ما تقرب من نهايه المباراه تحس ان انت بتقرب، فالحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بطوله كبيره جدا وغاليه جدا، لان انت عارف يعني وانت
عشت كل الكلام ده. انت مهما كسبت بطوله في النادي الاهلي اللي بعده ترميها وتبص لوراها اللي بعده على طول. يعني الناس ما بتستناش. يعني انتوا كنتوا بتكسبوا جيلكم، كنتوا لا لا بتكسبوا ده انا كل فاكر البطولات وبيتكلموكوا على السنه الجايه. لو فاكر حضرتك واحنا راجعين من كاس العالم كنا واخدين ثالث العالم، يعني كانت اول مره يعني ناخد ثالث العالم، يعني كان عندنا ماتش انا فاكر حرس الحدود في الدوري، يعني احنا كان عندنا ماتش رجعنا بعد ثلاث ايام ماتش حرس، قال لك عايزين نكسب الدوري حرس الحدود ونكسب ايوه الدوري بالظبط. على طول اللي بعده يعني. ايوه ما فيش وقت، ما عندناش وقت. فانت حقيقي الجمهور، انت الجمهور النهارده لما تيجي تتفرج على كل التعليقات اللي موجوده في السوشيال ميديا ايوه وتشوف فيديوهات ناس بتعمل انترفيوز مع حد من الجمهور في الشارع، يقول لك معلش يا جماعه احنا هو النادي الاهلي دايما بيطمعنا، احنا طمعانين لسه بقى ان شاء الله عايزين نلعب فاينل كاس عالم للانديه، والنادي الاهلي يقدر ان هو يلعب فاينل كاس عالم للانديه، يقدر ان هو فعلا يفوز كاس عالم للانديه ان شاء الله باذن الله. انت النادي الاهلي مش نادي صغير، النادي كبير طبعا اعتقد ان ده كمان هيتم الترتيب ليه من دلوقتي، يعني طبعا يعني طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اكيد محتاج ترتيب، ودايما احنا متعودين من مجلس اداره النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي تحديدا انه كل حاجه بيبقى ليها ترتيبها. ده حقيقي، واكيد كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي وهو الراجل المشرف على مشرف على الكره، الكوره صحيح، وفي لجنه تخطيط، واكيد عندهم نظره للي جاي، الاستعداد للموسم اللي جاي. الراجل اللي اسمه كولر مدرب كبير اكيد عنده طلبات، راحت صحيح كابتن خطيب قعد اتكلم معاه فيها، ده اكيد كل ده اكيد شغال، واحنا بنتكلم وبنبص عندنا دوري عايزين نستكمله، الصفحه بالظبط اتقفلت خلاص، وهنبتدي عندنا دوري عايزين نستكمل الدوري ان شاء الله عشان نتوج بالدوري العام ان شاء الله المصري، ونبتدي نحتفل بيه كمان ان مع شاء الله. جمهور النادي الاهلي. بعديه عندنا سوبر افريقيا عايزين نبص له، بعديه ان شاء الله عندنا كاس عالم الانديه، بعديه عندنا افريقيا السوبر الجديده ليج اللي كمان هتبدا، كله عندنا كله ورا بعضه. فاهم؟ فاحنا في النادي الاهلي اتعودنا على كده، دايما انت على تراتيب صوابعك، مظبوط ما بتعرفش ان انت تريح، ما عندكش وقت. صحيح بطولات ورا بعض ورا بعض، والجمهور يستحق منا ان احنا نفضل على تراتيب صوابعنا، صحيح واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يستحقوا منا ان احنا نفضل تراتيب صوابعنا ايوه في كل شيء، في بطولات صحيح. وانجازات ورياضه وانشاءات وبقيه لسه كنت هاخدك البطولات. للانشاءات، يعني حضرتك كنت بتتكلم على الجمعيه العموميه في وسط هذه الانجازات الكبيره، يمكن السنه دي يعني انا احنا بنحاول نحصر بحيث ان احنا الحلقه اللي جايه نبتدي نتكلم عن كل البطولات، ولكن خلينا نتكلم عن العاب الصالات مثلا. احنا 18 من 22 في كره القدم، 4 من 4 حتى الان، يعني لسه بقيه البطولات، وبالتالي انجازات كبيره جدا جدا بتحصل على الجانب الرياضي، على الجانب الانشائي والجانب التطوير، المقرات كل المقرات بيتم تطويرها بشكل كبير جدا، سواء الجزيره سواء الشيخ زايد سواء مدينه نصر، واخيرا المولود الجديد للنادي الاهلي اللي ولد عملاق الحقيقه، مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، حاجه محترمه جدا جدا جدا. انا كل ما حد يكلمني يقول لي اشكر لي ونبي اعضاء مجلس الاداره على الجهد المبذول في ان هم يدونا 80% من الانشاءات اللي كان من المفترض ان احنا نلاقيها. خلي بال حضرتك ده ما بيحصلش كتير يا استاذ محمد. بص هو فعلا ما بيحصلش كتير، خلي بالك انت برضو احنا خارجين من فتره صعبه جدا، جدا من فتره بتاعت كورونا الناس كلها عندها ازمات. انت رغم كل دوت انت وعدت وقلت ان انا لازم هفتتح الفرع، صحيح جرينا بسرعه جدا. معلش انا اسف هنا، انت كنت ممكن تاجل ده لغايه كمان سنه ولا حاجه قبل الانتخابات، يعني لو حد بيفكر في انتخابات وبتاع لا يفكر الا في، ولكن مجلس الاداره الحالي لا يفكر الا في ايه؟ اعضاء الجمعيه العموميه. في اعضاء الجمعيه العموميه نعم. وجمهور النادي الاهلي ما عندهاش صحيح حاجه ثانيه افكر فيها غير كده. هم انتخبونا لهذا الدور. دي الامانه اللي عندنا اللي احنا لازم نقوم بيها. اللي انت قلته ده صحيح فعلا، لو احنا بنفكر في انتخابات كنا اجلنا الافتتاح سنه وشويه كمان قبل الانتخابات، ولكن فلوس اقل وبتاع واصبر شويه مفيش مشكله يعني مظبوط، ولكن كل ده ما بنفكرش فيه. احنا كنا بنحاول نجري، والمجلس درب الكامل وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب كلهم كانوا فيري كين زي ما بيقولوا كده، عندهم حميه رهيبه واصرار رهيب ان هم لازم الفرع يخلص ولازم يفتتح، وده اللي حصل. والفرع خرج يعني كل الناس زي ما انت بتقول الفرع ما شاء الله شكله حلو جدا حقيقي وروحه حلوه جدا كمان. يعني لما حد بيروح الفرع بيقول لك الفرع روحه حلوه، يعني انت ممكن تروح مكان حلو بس تخش ما نفسك مش مبسوط. مظبوط، هناك الناس تقول لك الفرع روحه حلوه، معمول حلو وروحه حلوه جدا. في المباراه النهائيه يا استاذ محمد قالوا لي، يعني احنا عارف حضرتك بتبقى قناه الاهلي موجوده في كل مقر، مظبوط، في مقر التجمع الخامس قالوا لي من 3 ل 4000 واحد قاعدين بيتفرجوا على هم كان في شاشتين، الشاشه الكبيره قوي واللي اقل منها بسيط، من 3 ل 4000 عضو من اعضاء او من عائله الاهلي موجودين وبيتفرجوا.
ده ولسه الفرع يا دوبك لسه مفتوح يوم واحد. بالظبط بالظبط. انت عندك الاعداد ما شاء الله بتتدفق بشكل كبير جدا. احنا بكره عندنا لجنه عضويه، انت عارف في لجنه العضويه، انا واستاذ طارق اكيد، مظبوط، واللجنه من مجلس اداره، بنمثل مجلس اداره يعني، علشان بنعمل انترفيوز للناس اللي انترفيوز. جايه. فعندنا بكره لجنه عضويه فيها تقريبا 210 عضويه جداد في خلال الكام يوم اللي فاتوا، كويس جدا. خلال 3 4 ايام 210 عضويه جداد. عندك الاعداد في الفتره اللي فاتت، احنا عملنا في حوالي في من في خلال شهر من قبل الافتتاح لغايه النهارده، عملنا حوالي 5 أو 6 لجان عضويه، فيهم اعداد كبيره جدا. عدينا رقم كبير جدا في العضويات. الناس فرحانه بالفرع حقيقي. واحنا فرحانين بفرحه الناس بالفرع دوت. والانشاءات عندنا احنا كده ما وقفناش، احنا خلي بالك ما فيش حد بيعمل مرحله اولى 80%، دايما الناس بتعمل 40 50% وبعدين تستكمل. احنا ابتدينا الفرع، هو كل ناقص فيه حاجتين اتنين، مجمع حمام السباحه هنبتدي فيه، والصاله المغطاه. والصاله المغطاه انت عارف دي بتبقى اوبشن، مش كل حته فيها مش صاله، مش كل حته. بالظبط بالظبط. ولكن احنا عايزين نعمل صاله مغطاه ومجمع حمام سباحه، فالاثنين هنبتدي فيهم ان شاء الله على طول، علشان يبقى الفرع اكتمل بالكامل بعد ما نخلص دوت 100% منه. عندك بقيه الانشاءات مكمله في كل الفروع اللي لسه محتاجه انشاءات. صحيح. فرع الشيخ زايد لسه في انشاءات شغاله، وهنبتدي الفتره اللي جايه بس تركيز كبير جدا لناحيه الشيخ زايد، علشان نستكمل بقيه الانشاءات اللي موجوده هناك. فان شاء الله باذن الله عندنا الفتره اللي جايه اكمال انشاءات، وعندنا لسه للنادي الاهلي واعضائه عندنا حاجات تانية لسه بتتعمل، افكار موجوده قدام مجلس اداره في حتت اخرى النادي الاهلي رايح لها برضه. الموضوع الانشاءات والفروع لسه عندنا على الترابيزه بنفكر فيه، ولكن لسه ما اتخذش فيه قرار، فانا ما اقدرش اقول لك عليه طبعا، لان ده طبعًا قرار مجلس اداره بالكامل. ولكن النادي الاهلي دايما بيفكر ازاي يوصل لكل عائلته اللي في جميع المحافظات، لان النادي الاهلي يعني ليه محبين وجماهير في كل محافظات مصر حقيقة. والوطن العربي وافريقيا، فاحنا بنحاول نوصل لكل الناس ونوفر لكل اعضاء جمعيه عموميه اكبر فرص متاحه مهما تواجد فين النادي الاهلي معاه. صحيح. يعني الحقيقه يا استاذ محمد انا بشكرك جدا، وفي نفس الوقت حابب ان انا اوصل لحضرتك شكر كثير من اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي، حتى محبي النادي الاهلي اللي موجودين. والله بجد الناس كل ما بتشوفني تقول لي اسلام لو سمحت انت يعني بتكلم اعضاء مجلس الاداره، اقول لهم ان احنا بنشكرهم على الجهد المبذول الحقيقه، كلا في عمله وكلا في ملفه وكلا في تخصصه. وفي النهايه لما حضرتك عمرك ما طلعت قلت محمد الغزاوي، حضرتك دايما طلع تقول ايه؟ مجلس اداره النادي الاهلي. وبالتالي انا بس حابب ان انا اوصل شكر الناس لحضراتكم، وبجد احنا فخورين بان احنا بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق واللي هيظل دائما في قلوبنا. شكرا جزيلا استاذ محمد الغزاوي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه وحضرتك بتتكلم مع اي عضو من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مش هيقول لك انا عملت، ابدا، هيقول لك النادي عمل برئاسه كابتن محمود الخطيب. النادي برئاسه كابتن محمود الخطيب، او مجلس اداره النادي برئاسه كابتن محمود الخطيب عمل كذا. محدش هيطلع يقول لك اصل انا الغزاوي فانا نظمت البطوله وانا ما فيش الكلام ده. محدش هيطلع يقول لك اصل انا شغال على ملف مش عارف المقرات الجديده مثلا، لا مش هتلاقي حد بيقول كده. هتلاقي دايما محدش يطلع يقول لك ايه انا. هل حضراتكم تعلموا احنا بقالنا 3 سنين ومن قبلهم 3 سنين تقريبا، يعني يمكن الكابتن خطيب لم يخرج علينا مثلا في قناه النادي الاهلي ابدا. قليل قوي لما تلاقي كابتن خطيب يطلع يتكلم، طلع يتكلم مع حضراتكم مع جمهور النادي الاهلي من خلال قناته طبعا، ولكن كابتن خطيب ممكن صبح وظهر وبالليل يطلع يتكلم بالمناسبه يعني، وهو قادر على ان هو يعمل كده، ولكن ما بيحصلش. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، العمري بيه فاروق، خالد بيه مرتجي، كل الاعضاء اللي موجودين الباقيين يقدروا جدا يطلعوا كل يوم صبح وظهر وبالليل، حقهم قناتهم يطلعوا يتكلموا زي ما هم عايزين ويقولوا اللي هم عايزينه، ولكن حضرتك ما بتشوفش كده. كل حاجه ليها نظام، كل حاجه ليها سلوك معين وشكل معين تقدر تتكلم فيه.
هو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي. عشان كده احنا دايما بنبقى مبسوطين، بنبقى فخورين. يعني هو دلوقتي الاستاذ محمد الغزاوي هو بيتكلم، قال لك احنا عندنا حاجه بس لسه على الترابيزه مش هقدر اتكلم فيها لانها لسه ما طلعتش بقرار مجلس اداره. هناك بعض الانديه الاخرى، وانا هنا لا بتريقش على حد، يعني انا عملت، انا خليت، انا سويت، انا مشيت، انا جبت، انا قبضت، انا هو هل حضرتك عمرك سمعت في النادي الاهلي عن ان في حد مثلا ما قبضش عشان مجلس اداره ده اتغير وجي مجلس اداره اخر مثلا؟ يعني ملهاش علاقه، ملهاش اي علاقه باي حاجه. هناك سيستم، مؤسسه بتسير، والكل بيشوف شغله في هذه المؤسسه بقياده شخص محترم اسمه محمود الخطيب. الكل بيبقى حريص ان هو يبقى جنبه، يتصور جنبه، يتصور معاه، نحبه لان هو رئيس نادينا، غير ان هو اسطوره كره القدم، هو رئيس نادينا، رمز نادينا، فهنقف معاه دايما وهنقف جنبه وهنحبه، غير ان احنا بنحبه اساسا. يعني احنا في ناس والله العظيم ثلاثة، ابويا الله يرحمه قال لي محمود الخطيب ده يعني احنا بنحبه جدا والله. يعني هو ابويا حضر، الله يرحمه، حضر كابتن خطيب وحضر وشافه، وكان بيجي بيشوفه في الملعب. ابويا اهلاوي الله يرحمه موت يعني. فقال لي كده، أهل اسلام محمود الخطيب ده يعني الله يرحمه. فكابتن خطيب بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا جدا، وهيظل دايما بالنسبه لنا حاجه كبيره بالمناسبه يعني. وده حاجه احنا بنتوارثها من ابويا ومن عمامي ومن احنا اسكندرانيه، حضراتكم عارفين، فعارفين وبنشوف وبنتفرج وبنبقى وعارفين مين المحترم ومين المؤدب ومين الشخص اللي الناس بتحبه لمجرد لما بيطلع على الشاشه. وكابتن خطيب لما يطلع على الشاشه كده، او لما تشوفه تلاقي نفسك رايح تتصور معاه حتى لو انت ما بتشجعش النادي الاهلي. هذا هو الفارق دائما ما بين النادي الاهلي ورموزه وكباره وما بين اي حد تاني. وانا هنا ما بعيبش والله، انا بقول الحقيقه. عموما معلش خلينا نرجع للكره مره تانية. والله ده ايه المكالمه الجميله دي يا نجم النجوم الكابتن احمد حسن، عميد لاعبي كرة، لعيب عميد لاعبي كرة القدم في العالم. يا نجم النجوم كابتن اسلام، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، ربنا يخليك. وطبعا مبروك ليك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه والجهاز الفني، مجهود كبير طبعا. واعتقد اني يعني اعتقد ده يستحقه النادي الاهلي، اني زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي، هو في حاجات كده، في حاجات بتبقى هي سمات البطل. واعتقد النادي الاهلي يعني بيتسم بسمات البطل، ومهما كانت الامور حتى ولو بتبقى صعبه في الاول، ولكن هي دي المتعه، انك انت مع الصعوبه دي انك انت تقدر تحقق بطوله. واعتقد كمان ان البطوله دي بالاخص ليها طعم خاص عند جماهير النادي الاهلي، لان يمكن كان في تعصب في الاول، ولكن المواعيد زي ما انت قلت بتاعت النادي الاهلي، واني الفرق المتماسه اللي بتعرف تجيب بطوله حتى وفي اصعب الظروف. انا اعتقد يعني دي من مميزات النادي الاهلي. ويمكن بعد ما النادي الاهلي عدى الادوار المجموعات، انا قلت للنادي الاهلي لو وصل الفاينل هيحصل على البطوله، لاني انا اعتقد ان النادي الاهلي متميز في الحصول على البطوله. ف مبروك للجميع، وبطوله اعتقد ان هي فرحت كل جماهير النادي الاهلي، ويمكن كنت سعيد جدا جدا بالتواجد. حضرت انت المباراه الاولى اعتقد هنا في الاستاد، مظبوط؟ مظبوط مظبوط، في القاهره يعني. مظبوط مظبوط، المباراه الاولى كنت موجود في الاستاد، وخليني من خلال برضه قناه النادي الاهلي اشكر الجميع على الاستقبال والحب اللي انا شفته في الاستاد صراحة، وحتى في يوم مباراة السوبر كمان لما كنت في الامارات. فبصراحة مباراة كانت كبيرة جدا، جمهور مساندة غير عادية والله يا اسلام. يعني انا يمكن كنت موجود في الملعب، في ناس على السلم مش عارف تشوف المباراة، حتى عمالين يسألونا النتيجة
طب الجوه دي الهجمه دي ايه؟ طب الهجمه دي خلطت، يعني الناس واقفه على السلم مش عارفه تشوف من مساندتها بالزحمة. وحبها. اعتقد ان كان ليهم دور كبير في مسانده اللعيبه، وكمان احساس اللعيبه بالجمهور، لان هو شاف ده في المباراه الاولانيه. واعتقد ان اللعيبه والجهاز الفني قدموا مباراه، كمان مباراه العوده مباراه كبيره جدا 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 تكتيكيا ايوه وفنيا. لان يمكن انا قبل المباراه قلت ان لسه كنت المباراه هقول لك، انت على انستجرام كمان كنت من يعني او كتبت ان النادي الاهلي انت احساسك ان هو هيفوز بهذه البطوله، انا فاكر صح او بقول صح؟ صحيح. يمكن كان ليا بعض المداخلات وقلت ان انت وانت مسافر بتقول انا النادي الاهلي، انا اللي اتعمل ايوه لي حساب يعني، فانا اللي كسبان المباراه اللي هنا، انا فنيا افضل، والنادي الاهلي على فكره فنيا افضل من فريق الوداد. صحيح. ويمكن انا قلت ان المباراه دي لازم يتم التعامل معاها نفسيا مش فنيا، لان فنيا النادي الاهلي افضل، وده اللي شفناه على ارض الملعب. مباراه المغرب تقصد هنا؟ الوداد هناك المغرب يعني، اللي هي المباراه اللي في المغرب. مباراه العوده. مباراه العوده، فلان انت الضغوط اكتر كانت على فريق الوداد، فريق الوداد هو اللي مطالب ان هو صحيح. يجيب هدف عشان يرجع للقاء. انما خلينا نقول ان تعامل كولر وتعامل اللعيبه فوق الممتاز، ومن قبلها طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، لان انا في جزء مهم جدا كان لازم الناس، يعني النادي الاهلي ما وقعش في الخطا السام اللي وقع فيه الموسم اللي فات لما بدا يصدر برافو ان عليك، احنا هو برافو مشكله عليك، صح وهنقابل مشاكل وهنقابل صحيح. ازمات وتحكيم وكله هيبقى ضد النادي الاهلي. انما المره دي اللي انا شفته لا، ان احنا رايحين يعني ان احنا هنواجه كل الصعوبات دي، بس في النهايه انا بطل، انا لازم اواجه كل الصعوبات دي ولازم اكسب. وده اللي حصل، وشفت كان في دعم كبير جدا جدا حتى من الجمهور كله، اني خلاص احنا مش هنلتفت لاي عوائق صحيح، ولا هنلتفت لاي صعوبات، احنا هنلتفت لحاجه واحده بس، ان انت رايح كسبان، انا كمان اقدر ان انا اكسب هناك، واقدر ان انا اتعادل هناك، او على الاقل اخرج بالمباراه ان انا احقق البطوله. لاني في الاول وفي الاخر انت كنت رايح كسبان، وهو اللي عليه ضغوط، هو اللي محتاج يعوض، مش انت اللي محتاج تعوض. وقدر النادي الاهلي على فكره، كان ممكن النادي الاهلي على فكره يخرج المباراه دي كسبان كمان، يعني لو في اخر 10 في اخر ربع ساعه في اخر ساعه لو كان في شويه تركيز، انا اعتقد ان كان قدر النادي الاهلي يفوز. وسيبك برضه من الناس اللي بتقعد تتكلم وتقول لك ان النادي الاهلي ما قداش، النادي الاهلي لعب بروح العاليه، والنادي الاهلي لعب مش عارف، هي جزء من كره القدم الروح العاليه، ولكن بالظبط الامور التكتيكيه دي مع الاسف يعني لما تكون في ناس تطلع تتكلم بسهلوه اهلا وسهلا، انما تتكلم في امور تكتيكيه لا، هم ابعد من ان هم يتكلموا في الحاجات دي. لان انا بقول لك صحيح، اللي وصل لمباريات نهائيه واللي اتحط في الضغوط دي هو واللي عاش المواقف دي هو اللي يقدر يحس المباريات دي ازاي بتتلعب. لو جيت بصيت على مانشستر سيتي وانتر ميلان مثلا، هل المباراه اللي شفتها هي مباراه ممتعه للدرجه دي؟ خالص. من فريق مانشستر من خالص. اقوى، مانشستر سيتي اقوى الفرق اللي موجوده في العالم خالص. انما هي في مباريات هي لازم اشتغل فيها بالشكل ده. يعني انت عاجبك الاداء اللي عمله كولر يعني، او انت عاجبك كولر بصفه عامه؟ يعني انا بتفرج عليك في اون سبورت الحقيقه، وانت بتحلل دايما بتتكلم على كولر بشكل ايجابي، يعني انا عارف ان انت لما صحيح. عندك حاجه بتقولها يعني ما بتقلقش من حاجه، لكن انا دايما بشوفك بتتكلم عن كولر وعن التكتيك بتاعه تحديدا بشكل جيد. خليني اقول لك انه الراجل عمل بعض الحاجات المهمه جدا جدا مثلا. اول من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو بقى عنده 20 لعيب كلهم جاهزين شبه بعض، ما فيش اي اختلاف، كلهم جاهزين، مين هيغيب عنده البديل موجود. ويمكن شفنا كمان مصطفى شوبيه النهارده حتى لما اتحط في موقف صعب جدا جدا جدا، يعني اثبت ان هو حارس مميز، واثبت ان هو مستقبل للنادي الاهلي، ما حسيتش ان في مشكله، يعني رغم غياب الشناوي كان يقلق كل جماهير النادي صح. الاهلي، لاني اثبت وجوده بشكل كبير. لما تيجي تبص على كل المراكز اللي موجوده، لا المراكز اللي موجوده كل الناس دلوقتي بقى في منافسه، وبقى كل الناس بقت موجوده دلوقتي، كله خايف على مركزه، فبالتالي كل اللعيبه ما فيش اي اختلاف، مستوى واحد. حسين الشحات موجود، عبد القادر موجود بيستوي الناحيه الثانيه، طاهر محمد طاهر قدام محمد شريف، كهربا في نص الملعب، ديانج مع حمدي مع السليه مع مروان عطيه اللي هو يعني بيثبت ان هو لعيب من اللعيبه اللي هتبقى ليها مستقبل كبير سواء مع النادي الاهلي او المنتخب. نفس الحكايه بالنسبه للمدافعين. الحاجه الاهم والاهم جدا 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 ان راجل واقعي،
انه راجل بيقرا كل ماتش على حسب انا الماتش ده احتياجاتي ايه، فهلعب بالشكل ده، الماتش ده احتياجاتي هلعب بالشكل ده. جزء مهم تاني دايما كنا دايما النادي الاهلي كان بيعاني منه في المواسم السابقه يا اسلام، ان هو ارهاق اللعيبه واجهاد اللعيبه، ده انت ما حسيتش بيه مع كولر. لا، هو عمل روتيشن بشكل حلو جدا جدا، الفرقه مش متاثره، اللعيبه كلها واقفه على رجليها بدنيا بشكل كبير جدا جدا، رغم انت بتتكلم على نهايه موسم، انما انت شايف اللعيبه كلها واقفه على رجليها بشكل كويس قوي قوي قوي، مفيش حته الاجهاد اللي كان دايما بيعاني منها النادي الاهلي مع نهايه الموسم من كثره الماتشات والبطولات لا، ليه؟ لان هو قدر ان هو يعمل روتيشن، ريح اللعيبه بتاعته بشكل كويس، دخل لعيبه، خلى في لعيبه موجوده، ما فيهاش في مشكله. انت متخيل على الرغم من الكلام اللي انت بتقوله ده كله يا احمد، ولكن هناك البعض بيحاول ان هو حتى الان يعني حتى بعد المباراه النهائيه بيحاول البعض التشكيك فيه، يقول لك ايه ما عندوش فكره، يقول لك مثلا واحد زي مروان عطيه ده بيتقال كده فعلا ان هو ما عندوش فكره، وبيتقال على واحد زي مروان عطيه ان هو ما بيعرفش يباصي لورا. انت الاثنين دول تحديدا يعني انت اتكلمت عن كولر او بقالك مثلا 5 دقايق بتتكلم عنه، انت بتقولش مثلا انت بتتكلم ناحيه تكتيكيه، انت بتتكلم عن مروان عطيه، لما جه اسم مروان عطيه قلت هيبقى استفاده. لما تيجي حاجه زي دي من واحد بحجم احمد حسن وبخبره احمد حسن، اعتقد يبقى الموضوع منتهي. بص يا اسلام، هقول لك على حاجه. مروان طبعا انا بالنسبه لي ويمكن اتكلمت عليه واشدت بيه من اول ما شفته، وكان بالنسبه لي مفاجاه، يعني انا قبل كده ما كنتش واخد بالي منه، بس بالنسبه لي فعلا لعيب مفاجاه، ويمكن انا في ماتش السوبر اتكلمت معاه وقلت له على بعض النقاط لازم يعملها، لو عملها هو هيبقى من اهم لعيبه نص الملعب اللي جم، يعني من اللعيبه القليله، لان هو عنده مميزات كتير، بس طبعا هو بيبقى فيه حته تنظيميه هو بيشتغل عليها اللي بيطلب منه المدير الفني، انما هو عنده اكتر من كده. خليني بس هقول لك على حاجه، يمكن انا قلت لك في الاول ايه؟ في ناس ممكن تطلع تتكلم وتنتقد وهم بقوا فاهمين، دول يعني عارف انت لو ما عملش كده هو مش هيشتغل. صح. لو ما حطش الحته الكوميديه بتاعته يبقى هو مش هيشتغل، هو صح. مش هيطلع اساسا على الشات. انت فاهمني؟ مش كل واحد اتكلم في الكوره اسلام بيفهم في الكوره. يعني في حاجات انت عايز تبقى جدلي عشان الناس تتكلم عليك، انما في النهايه هل الناس شايفه ان انت بتستوعب منك او بتاخد منك معلومه مفيده؟ خالص يعني صحيح. خليني اقول لك، مش كل واحد قعد النهارده يا اسلام قدام مايك بقى مذيع، ولا كل واحد لبس شورت وفانلة نقدر نقيمه ان هو مثلا يتكلم في الكوره بشكل كويس. انما انا بقول لك في ناس بتتكلم اللي هي مجرد خالف تعرف فقط لا غير، عشان يبقى حاله جدليه، علشان بس عارف انت بقى الترند وينزل الفيديو ده والكلام ده. انما ليه ما يجي يتكلم مروان عطيه؟ انا ما اعرفش طبعا مين قال ان مروان عطيه لعيب عادي، الله اعلم. انما لو هو شايفه لعيب عادي، معلش ايا كان اللي شايف ده، لا احنا لما بنتكلم على لعيبه نص ملعب من زمان ما شفناش لعيبه بالشكل ده قبل كده. على فكره بمناسبه ان انا لما بتكلم على لعيبه نص ملعب انا لعبت في المكان ده، لا ده حقك، ده انت احسن حتى امام عاشور لما شفته، حتى امام عاشور كان بيلعب في الزمالك لما شفته في وقت من الاوقات، قلت من افضل اللعيبه اللي جت في المركز ده، ولو اجتهد ولو اشتغل هيبقى برضه لعيب من اللعيبه المميزين. صحيح. فنفس الحكايه مروان عطيه، اولا لعيب ايه اللي ناقصه؟ ايه اللي انت قلته له يا احمد؟ يعني انت قلت له ايه في ماتش السوبر؟ والله لما اتكلمت معاه قلت له محتاج يبقى عندك حته التكمله الهجوميه اللي قدام. أيوة. انت رجليك كمان كويسه، استغل انك انت وقت من الاوقات انك انت تسدد على المرمى. عارف ليه انا قلت الشوط؟ لان انا عارف ان انت يعني انت من احسن الناس اللي كانت بتجيب اجوان من الشوط، فبالتالي اول حاجه هتقولها هتروح لايه؟ انت هتشوف ان هو بيعرف يشوط كويس فهتقول له روح شوط كويس. وهو عنده هو عنده دي، وكان في وقت من الاوقات بيعمل ده في الاتحاد، بس دلوقتي انت ممكن في الاهلي هو عنده التزامات معينه، وده وضع طبيعي، التزامات من المدير الفني ان هو ملتزم دلوقتي ان هو 6-0. بس ميزه مروان عطيه ان هو مش اللعيب اللي هو 6 مدافع فقط، غير لا، هو عنده ميزات كويسه، وعنده رؤيه لقدام كويسه، بصير كويس، كوره بتطلع من رجليه سليمه، عنده التكمله كمان يقدر يعملها. عشان كده انا قلت له في وقت من الاوقات لما يبقى جنبك، يعني في وقت من الاوقات مروان عطيه لو جنبه أليو ديانج يقدر ان هو ياخد حريه، ويقدر ان هو يروح، ويقدر ان هو يكمل. لان انا شايف دايما لعيب نص الملعب مش لازم يبقى يأدي الادوار الدفاعيه وبس. في واحد ممكن ربنا يكون مديله الامكانيات ان هو يأدي الادوار الدفاعيه وبس، يعني شفنا مثلا كان حسام عاشور كده، طارق حامد مثلا نفس الحكايه، هو دور الدفاعي فقط لا غير. انما مروان عنده ان هو يعمل الاثنين مع بعض، عنده ان هو يعمل الاثنين مع بعض. فعشان كده يمكن انا اتكلمت معاه في النقطه دي، وهو يمكن قال لي ان في حاجات بتبقى مطلوبه مني، وده وضع طبيعي. طبعا. في الاول لازم يبقى الحاجات اللي هي لان في
في حاجات المدير الفني بيبقى شايفها انه لازم يكون في التزام، وانما كان نصيحتي لينا ان انا شايف ان هو عنده اكتر من كده وهيبقى عنده اكتر من كده، والدليل على كده احنا بنكلمك ده في ماتش المنتخب شغال مروان عطيه موجود رغم ان هو لعب مباراه من اثنين من 48 ساعه. صحيح. ده يؤكد ان حتى المدير الفني لمنتخب مصر بيتويا هو كمان معتمد عليه بشكل قوي، يعني لو واحد تاني كان قال لك لا ده لعيب لسه جاي من مباراه من 48 ساعه ومباراه قويه جدا جدا نهائي. فهيحو لا هو عشان ثقته فيه، يعني كمان احنا كمان هنجامل مروان عطيه الراجل الاجنبي اللي هو جاي هيجامله هيجامله لو هو عنده ثقه فيه ولو هو متاكد ان هو لعيب عنده امكانيات كبيره جدا جدا. فزي ما قلت لك على فكره الانتقاد ده دايما او الكوميديانات اللي هم بيطلعوا في وقت من الاوقات ده، خلي بالك الحاجات دي كلها لو 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 اللعيبه بتبقى يعني فعلا عايزه ترد دايما ترد في الملعب، يعني دايما صح. انا من وجهه نظري انت لو افضل رد على اي واحد سواء بقى اعلامي او سواء خلال الملعب او سواء مش عارف انت ترد دايما ردك يكون في الملعب، دايما ردك يكون في الملعب. وزي ما قلت لك خلينا 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 في وقت من الاوقات هتلاقي الطالح وهتلاقي الصالح وهتلاقي زي ما قلت لك اني فقرات الكوميديا اللي احنا دايما بنشوفها على اليوتيوب خلينا نضحك يا ابو الكباتن ما فيش مشكله وضع طبيعي. مع انا قلت لك لو ما فيش الكوميديانات دي مش هيشتغلوا مش هيشتغل يعني صح. يعني الناس دي مش تطلع ولا تشتغل ايا كان. معلش يا احمد انا عايز اخدك في نقطه ثانيه برضو. انا محمد عبد المنعم هل شايف ان هو قريب، محمد عبد المنعم ستوبر النادي الاهلي السرد باك النادي الاهلي، شايف ان هو قريب من هو طبعا مش شبه وائل جمعه في حاجه، ولكن اقصد ان هو انت خليني لا اول نبي انا عايزك دي تحديدا هو احسن من وائل جمعه طبعا هتزعل مني وائل يا عم لا وائل لا طبعا وائل طبعا وائل قعد يلعب لغايه كام سنه يا عم، ده بطلنا كلنا يعني وائل خلانا نبطل كلنا وبعدين لاعب كمل اهو لا طبعا وائل جمعه لعيب كبير وانما محمد لا بهزر طبعا محمد عبد المنعم كمان لعيب من اللعيبه المميزه جدا جدا وبعد كده سريع وخفيف هو يختلف هو عنده يعني وائل كان بيمتاز بحاجات ومحمد بيمتاز بحاجات كل واحد طبعا انما الاثنين لعيبه مميزين جدا جدا. محمد كمان من اللعيبه اللي اثبتوا في المكان ده ان 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 ان, إن هو من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا. بيختلف هو مش شبه وائل على فكره، يعني هو هتلاقي محمد كمان عنده كورته حلوه مفيش شبه وائل نعم مفيش شبه وائل لا وائل لا طبعا وائل ده شايف طبعا بس كمان عبد المنعم من اللعيبه المميزين ومن اللعيبه اللي بتثبت بوجودها بشكل كبير، لعيب كمان مش من اللعيبه اللي سهل ان هو يترقص، بس يعيب محمد حاجه واحده بس ان في وقت من الاوقات البوزيشن بتاعه ده بوزيشن ما ينفعش ترقص كتير، ما ينفعش ان انت تغلط فيه كتير صح ماشي يعني ما ينفعش انك انت يبقى فيه فلسفه كتير، انما هو يعني في وقت من الاوقات ممكن بيبقى مثلا عايز يعمل حاجه لان هو خلي بالك يعني دايما انا شايف ان عمنا امكانيات لعيب نص ملعب مش ستوبر فهو تحس ان هو صعبان عليه ان هو يتحط في المكان ده لان هو امكانياته الفنيه اعلى من حلو التشبيه ده والله صح هو نفسه صعبان عليه ان هو بيلعب ستوبر صحيح ايوه ما انا بقول لك يعني هو فتحس ان هو ايه طب انا عايز اطلع الابداعات بتاعتي انا عايز يعني مثلا محمد في وقت تلاقيه يباصي وبيباصي الناحيه الثانيه هو الحاجات اللي هي بتاعت عارف انت لا فطبعا انما هو لا طبعا اكيد طبعا لعيب من اللعيبه المميزه وفرق مع النادي الاهلي في الحته دي كمان بشكل كبير وفرق مع مصر كمان اكيد هو موجود أكيد دلوقتي بيلعب هو الماتش كام معلش احنا كسبانين 2-1 طب الحمد لله ده اصل صلاح ضيع واحده يعني غريبه جدا لا بس كسبانين دلوقتي الحمد لله 2-1 بس الاداء مش افضل ما يكون بس اهم حاجه طبعا النتيجه في وقت من الاوقات لان المتغيرين عامل علينا كمان مباراه كويسه يعني نتمنى ان شاء الله اني طبعا يعني كل التوفيق اكيد للمنتخب لان في الاول وفي الاخر احنا بنبقى سعداء لما منتخبنا كمان بيحقق نتائج كويسه وبيحقق نتائج طيبه وسعيد والله كمان اسلام بالمداخله معاك وان انا ابارك لكل جماهير النادي الاهلي اكيد من خلال قناه النادي الاهلي والمجلس ادارته وللعيبه كمان اللي هم بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا
وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله للجميع فيما هو قادم ان شاء الله. انا اللي بشكرك جدا جدا النجم الكبير كابتن احمد حسن على وجودك معانا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. شكرا جزيلا يا نجم. شكرا جزيلا لكابتن احمد حسن نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني السابق. الحقيقه كابتن احمد قال كلام مهم جدا جدا جدا، ولما يتقال على مروان عطيه من كابتن احمد حسن هذا الكلام تريد مارك احمد حسن، اللي ما شافش احمد حسن يعني من الاجيال الصغيره، احمد حسن ده كان ياخد نص الملعب لوحده ويجيب اجوان في اي وقت بدماغه براسه برجليه اليمين برجليه الشمال، كان لعيب جامد جدا جدا جدا، كان في النادي الاسماعيلي طبعا، كان في المنيا وبعد كده النادي الاسماعيلي، وبعد كده لعب بره فترات طويله جدا جدا لغايه لما واسوان انا اسف، وبعدين هو من المنيا صح، هو كان بيلعب في اسوان وبعد كده النادي الاسماعيلي، وخرج من النادي الاسماعيلي بره مصر فترات طويله جدا لغايه لما رجع بقى واستكمل حياته هنا مع النادي الاهلي. عموما مكالمه حلوه جدا، انا بشكر طبعا على فريق الاعداد بالكامل، لان احمد حسن من الناس اللي تعرف تسمعها، الناس اللي تحب كمان تسمعها جدا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد حسن. النهارده الحقيقه خلينا نروح لمنطقه اخيره، فريق كره القدم في النادي الاهلي بيطارد مين؟ بيتنافس مع مين؟ منافسه شريفه يعني وشرسه وقويه مع مين؟ مع ريال مدريد. مش مع نادي فيوتشر ولا مع نادي البيراميدز ولا مع نادي الزمالك، انا بتكلم على ترتيب الدوري يعني، او بيراميدز فيوتشر الزمالك، لا طبعا بيتنافس معاهم في الدوري، ولكن المنافسه القويه نادي القرن في افريقيا اللي هو النادي الاهلي، بيتنافس مع نادي القرن في اوروبا اللي هو نادي ريال مدريد. النادي الاهلي بيواصل الحقيقه هيمنته على لقب الانديه الاكثر تتويجا بالبطولات في العالم برصيد حتى الان يعني 147 لقبا في كافه البطولات، اضافه 3 ميداليات برونزيه بعد على ال 147 يعني. على المستوى القاري حدث ولا حرج. النادي الاهلي يمتلك 25 لقبا قاريا، ريال مدريد عنده 29، يعني بنتكلم ان شاء الله فرق 4. ربنا يسهل، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكره. القاب 4 ألقاب فقط ما بين النادي الاهلي وريال مدريد، اكيد عدد البطولات الاهلي القاريه تفوق بطولات انديه اوروبيه كبيره وكثيره جدا. الاهلي تفوق على بوكا جونيور الارجنتيني صاحب المركز الثالث المتوج ب 22 بطوله، متفوقا على برشلونه طبعا الاسباني صاحب المركز الرابع المتوج ب 20 بطوله، واندبندنتي الارجنتيني صاحب المركز الخامس المتوج ب 20 بطوله ايضا. النادي الاهلي احتل المركز الخامس ب 228 نقطه في تصنيف الانديه وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء في التصنيف السنوي للانديه لعام 2023. عندما تتحدث عن الاهلي وعظمه الاهلي فهذا الامر يحتاج الى الكثير والكثير من الوقت. عندنا انجازات كبيره ومعجزات عملها النادي الاهلي خلال هذه الفتره، لكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مطاردة النادي الأهلي لريال مدريد على لقب الأكثر تتويجا في العالم. النهارده في الجزء الأول من هذه الحلقة هيكون معايا أحد نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي أو جيل من الأجيال الذهبية في النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم، هنتكلم معايا عن الفرحة والتتويج بالبطولة الإفريقية رقم 11. نطلع نشوف هذا التقرير، الأهلي الأكثر تتويجا أو قريبا جدا إن شاء الله يكون الأكثر تتويجا في العالم، وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم. ازيك يا أبو مسلم؟ ازيك يا كابتن إسلام؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ إزي صحتك؟ كله تمام؟ الحمد لله حبيبي. ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي، وبالمناسبة طبعا فاز منتخبنا الوطني منذ قليل، يعني انتهت المباراه منذ 5 دقائق تقريبا وفزنا 2-1، وبذلك تاهلنا رسميا كاول عن هذه المجموعه لامم افريقيا القادمه. طبعا مبروك لكل الشعب المصري او منتخب مصر بالذات الفتره ديت، ونتمنى ان شاء الله الانتصارات الفتره الجايه تبقى موجوده حليفه يعني مصر، وده الطبيعي المفروض يبقى موجود في منتخب مصر. طبعا بنبارك للنادي الاهلي والبيت الكبير، وبنبارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل حته في الارض يعني. اكيد بطوله كانت صعبه جدا، تعبوا كتير الفتره اللي فاتت، كان في
مشاكل بشكل كبير جدا وحاجات في تقليل الانجاز بتاعك، بس الحمد لله ده كله يرجع بالعزيمه والاصرار اللي متعودين عليها اداره النادي الاهلي، الناس كلها من اول عم حارس وكابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، فده طبعا مش غريب عن النادي الاهلي التحديات دي كلها. عايز اسالك سؤال اول لو ترفيهي شويه، احلى حاجه شفتها ايه بقى في الماتش؟ احلى حاجه بعد شفتها الماتش وكده يعني. بص احلى حاجه في الماتش عامه يعني انا في موقفين بالظبط، في موقف شدني جدا اتفضل اللي هو بتاع الشناوي مع مصطفى شوبير الميدالي. طبعا دي حاجه شو الميداليه، بس اسلام انت بتتكلم على دي اخلاقيات او تربيه النادي الاهلي. نعم. لما تتكلم لما انت تبقى انت كبير ومسؤول وتعرف اللي في واحد صغير اشتغل في الحته دي وتعب وابتدى يبقى ينضج ويبقى ليه اسم كبير، انت بتسنده وبتدي له الميداليه دي، بتتنازل تنازل ليك، فده يبين قيمه النادي الاهلي وحب لعيبه النادي الاهلي لبعضيها البعض، بغض النظر عن انه انت بتشوف انديه ثانيه بيتمنى للجون يبقى يطلع بره عشان يلعب مكانه، لا انت بتشوف الحب ازاي بين اللعيبه، وده اللي الروح دي اللي بتوصلك في المكان اللي انت عايزه او الحته اللي انت ربنا كاتبها لك ان انت تبقى فيها بشكل كويس. الموقف الثاني طبعا اللي انا كنت يعني مش مبسوط له، يعني انت بتتكلم يعني الناس كلها راجل رئيس النادي بتتكلم للوداد، هو عازم الناس كلها زي ما انت بتتكلم يعني، بس انا بتكلم على مخرج اللقاء نفسه يا اسلام، يعني هو جاب سرعه على الناس كلها اللي موجوده، ما جابش النادي الاهلي، انت بتتكلم عن النادي الاهلي، ده النادي الاهلي نادي القرن الافريقي، بتتكلم عن النادي الاهلي بامكانياته، بتتكلم على احسن لعيب في الكره المصريه او في العالم العربي او الافريقي كابتن محمود الخطيب، فلازم اكون انا طبيعي اذا موجود هنا ابقى موجود هنا. اللي بتتكلم عن الحاجه الثالثه كمان اللي هي بتاعه لما يكون ليك حاجه ايجابيه ما يجيبها لكش، يعني مثلا احتكاك لعيبه مع بعضيها ما يجيبش لعيبه النادي الاهلي خالص، احتكاك حاجه ثانيه حتى ضربه الجزاء اللي كان فيها شك اللي احنا كنا بنتكلم بتاعت عبد القادر هي مش ضربه جزاء بس ما بيعدلكش، فدي كلها حاجات خبرات بتخليك اللي انت بعد كده لما نيجي نعمل لازم نتعامل بالمثل، لازم تتكلم اللي انت لا يبقى يكون الموضوع فيه اختلاف. فعشان كده ربنا نصرك في الكل كلها في الوقت اللي انت كنت محتاج فيه. ثلاث مواقف هم انا ما كنتش هتكلم في هذا الامر، ولكن ثلاث مواقف مهمه جدا والحقيقه عامله علامات مؤثره، سواء موقف الشناوي او سواء ما حدث من مخرج المباراه، الحقيقه مع الوفد المصري او مع النادي الاهلي الحقيقه والشكل او يعني انفراده بان هو يغطي فقط هو بيعمل بيغطي هنا عشان يقول لك الحفله كلها يعني احنا الحفله احنا هنحتفل فسبحان الله ربنا طبعا ربنا فوق الكل يعني انت بتشوف، ولكن اللي انا شايفه انه طبعا الكلام اللي بتقوله ده كلام مهم جدا، ولكن شويه الرقص والاغاني اللي اتعملوا من اللعيبه في هذه المباراه وجهه نظري ان عامله ترندات جامده جدا طبعا، يعني اغنيه سطلانه دي عارف عامله في الناس يعني سطله الناس، ما انا يعني عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك الدنيا عامله ازاي، انت عارف يا اسلام اللي وصل اللعيبه للمرحله دي ايه، الفرحه دي كلها ايه، اللي انت كان عليهم ضغوط بشكل كبير جدا، انت بتتكلم هنا حتى النادي الاهلي ما بيكسب هنا، انا مستغرب يعني لما النادي الاهلي بيكسب هنا برضك بيتكلموا بيعملوا ضغوط على النادي الاهلي، النادي الاهلي خسران يا جماعه، النادي الاهلي كان كسبان 2-1، بتشوف الناس يعني الناس الثانيه او الموجودين المحوطين بيعملوا ضغط وبرس على لعيبه النادي الاهلي، ده مش مستوى النادي الاهلي كسبان، انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي الفتره اللي فاتت احسن لعيبه موجوده في الدوري المصري من النادي الاهلي، انت بتتكلم على خط دفاع احسن لعيب في خط دفاع موجود في مصر كلها محمد عبد المنعم، بتتكلم على مين اللي موجود في نص الملعب عنده سكواد بشكل اليو ديانج ولا حمدي فتحي. خلينا بس نروح ناخد مكالمه مهمه جدا من نجم نجوم الاغنيه الشعبيه عبد الباسط حموده. يا نجم حبيبي يا نجم مصر ومنور منور على شاشه قناتك وقناه النادي الاهلي، يا رب يخليك يا حبيبي وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا نجم، والف الف مبروك من الاهلاويه يعني بص ده حبيبي ده مع طبعا يا حكم دار، ازيك يا حكم دار؟ ابو مسلم حبيبي وحشني والله كتير، يا رب يخليك. بس قبل اي حاجه انا عايز اقول لابني وحبيبي اسلام الشاطر البقاء لله. حبيبي ربنا يخليك، البقاء ده لله، شكرا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. يعني الف مبروك، البطوله ال11 اعتقد بالنسبه لك انت كمان تحديدا بطوله مختلفه. طول عمر الاهلي كتير. طول عمر نادي الاهلي كتير. عجبتك المباراه؟ طبعا، بس انا عيطت انا وابني. عيطتوا امتى؟ من ساعه ما لقيت الخطيب ده، احنا جبنا الجون. لقيت الخطيب قاعد كده ايده على خده. لقيت كريم ابن ده راح محكوم من العرض. ليه؟ عشان الحكم يصفر. ايوه عشان يخلص الماتش. عايز يصفر باي طريقه. احنا كلنا هنا اهلاويه. البيت كله اهلاوي. البيت كله.
والكابتن احمد شوبير جه عندي وعمل معايا حديث طبعا، ومحمود الخطيب طبعا انا عارفه وهو لسه جاي و... لان انا حضرت صالح سليم وانا عندي 8 سنين. انت لسه صغير برضو يا نجم، مش يعني تاريخ. ربنا يديك الصحه. الحمد لله الحمد لله. يعني انت اتفرجت على ماتش الاهلي فين؟ في بيتي. في البيت عندك. لما الجون دخل فينا، هل كان عندك شك ان النادي الاهلي ممكن يخسر المباراه دي؟ انا قلت احنا بتوع الدقيقه 92. انا قلت كده. قلت لهم مش هنقلق. والبطوله بتاعتنا. والحمد لله ربنا كرم. ربنا كبير. بقول لك، انت عارف البطوله ال 11 دي مسميينها ايه؟ يعني ناس كتيره من جمهور النادي الاهلي كل ما تشوفني يا ابو مسلم يقولوا لي ايه البطوله؟ بعبع افريقيا. طبعا بعبع افريقيا وكل حاجه، ولكن مسميينها باسم الاغنيه اللي انت بتغنيها. سطلانة. ايوه سطلانة. بقول لك ايه؟ علولنا سنه بس يا شباب واحنا بنتكلم مع النجم. عايز اقول لك انه في ناس كتيره جدا بعتالي تقول لي ايه؟ احنا بننام على الاغنيه دي دلوقتي. إيه لا، هي سلوم، هي مكسره الدنيا يا سلوم. طبعا لا، انت اي حاجه بتغنيها. انا اتفاجئت، ابني رحيم الصغير هو ورودي بيجيبوها كل شويه. بيجيبوا الاغنيه؟ بيجيبوا الاغنيه ويفضلوا يرقصوا عليها. هي اساسا الاغنيه دي كانت معموله ليا. كانت معموله ليك؟ كانت معموله ليا انا. وبعدين؟ راحت في حته ثانيه. محمود الليث دي ابني. مفيش مشكله. قال لي الاغنيه دي هنحطها في الفيلم. وعم احمد السبكي حبيبي ربنا يخليهم. فمفيش مشكله. سطلان. كلكم بتغنوها بينكم وبين بعض يعني. سطلان. سمعنا يا نجم. لا وطي سطلان. يا سمير وطي بس الصوت عندك ونسمع بقى لايف. نسمع لايف النجم وهو بيغني. الاحتفال بتاعه. اتفضل يا نجم. كنكة بني تفوقنا ما فوقتش، حبة ميه تفتحني ما فتحتش، راكب دماغي وتاج، دماغي في الطالع خالص، اسرع من وسر والحظ يا ما اسى، لا بعيد عنه الناس العيانه. سطلانة لنا لنا سطلانة. سطلانة سطلانة لنا احنا الاهلاوية. ايوه احنا الاهلاوية، ولا حد زينا. الاهلي وبس. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. جديدة. غني يا نجم اللي انت عايزه. مبروك علينا الدوري كمان عشان من الاخر. لا لسه يا نجم شوية. لا 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 مبروك. يا استاذنا لسه. هتفكر. معلش لسه اسمع كلامي. هما خمس متوش. ربنا يكرمنا بعد خمس ماتشات اجيبك تاني ونغني اغنيه تانية، تعمل لنا اغنيه تانية. لا خلي سطلانه للبطوله ال 11 الافريقيه. انت عارف ان حاجه جديده انا للاهلي. طيب حلو جدا، احنا اللي هنزيحها وهتسمعها لنا احنا اول ناس. انا بعمل بقى حاجه جديده عشان الدوري. ماشي، استنى بقى لما ربنا يكرم كده ونشوف الدوري هيحصل ان شاء الله، ربنا يكرمنا بيه ونعمل يعني اغنيه جميله برضو ليك ولكل الاهلاويه يعني. الاهلي بلوك النزاهه واسالوا علينا، الاهلي خد البطوله ما تبصوش كده لينا، ضيعنا يا ده لسه هدرمغلك الدنيا. يلا بينا يا نجم يلا. ابو مسلم حبيبي. طبعا حبيبي يا حاج عمدار. انت تجي لنا حفله هنا مع جمهورك وفي وسط جمهورك. والله هجي لك. تنور يا نجم وتشرف اي مكان. هجي لك بالفرقه كمان واعمل بص اللي في خيالك ان شاء الله. والله بقى بص هقول لك حاجه، نتفق من دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا بالدوري، ها نعمل حلقه دوري وافريقيا. هجيب لك الفرقه كلها. طبعا ينوروا ويشرفوا. حكم درس اللي سهرناه معانا بقى المره اللي فاتت راح فين؟ انا جاي بيتي. خلي بالك يا كابتن اسلام، هو سامعنا ولا تجيب اللي انت عايزه. تجيب اللي انت اللي احنا سهرناه المره اللي فاتت معانا كان فين؟ ابو مسلم بيسالك. كنت مع فاروق. اللي كان سهرناه بقى صاحبنا، سهرناه معانا شويه. كنت مع فاروق. ربنا يبعد عننا الناس الوحشه. يا رب يا نجم يبعد عننا الناس الوحشه دايما. وربنا يبعد عننا العدوين. والعدوين ومين تاني؟ هو عارف.
وحبيبي حبيبي حبيبي. ربنا يكرمك يا نجم، ويعني انا مبسوط جدا بوجودك معانا، ومبسوط جدا بان انت غنيت لنا النهارده كمان. الف مبروك لمنتخب مصر. طبعا طبعا، الف الف مبروك لمنتخب مصر، وتاهلنا كمان لبطوله الالعاب بطوله الامم الافريقيه. الحمد لله. الف مبروك يا نجم، ومتشكر جدا على المكالمه الجميله دي، ومباركتك للنادي الاهلي. ثانية البقاء لله يا حبيبي، وربنا حبيبي متشكر جدا. ربنا يخليك يا حبيبي، متشكر وربنا جدا. ربنا يخليك لينا يا حبيبي. اوه تاتالانا تاتالانا لانا تاتالانا ابو مسلم حبيبي حبيبي. متشكرين يا نجم، شكرا جدا يا نجم. نسمع الاغنيه كده، ينفع يا سميح؟ سمعها لنا يلا. يعني سواء بقى محمود الليسي، سواء عبد الباسط حموده، يعني الحقيقه كلهم اخواتنا واصدقائنا، ويعني الاغنيه الحقيقه بقول لك معلمه مع الناس كلها، الناس كلها الاهلاويه. يقول لك انا في تعليقات، لما تخش تشوف التعليقات اللي الناس كاتباها، تقول لك يعني انه الاغنيه يعني داخله دماغه مش عايزه تطلع. طبعا الفتره اللي فاتت كانت عصيبه جدا، كانت موجوده في ضغوط على لعيبه النادي الاهلي. الاجواء هناك في المغرب كانت صعبه جدا، بتتكلم عليها البطوله كانت راحه جت اول ماتش بعد سان داونز، والبطوله كانت تروح تيجي مع الهلال، فده طبيعي اللي انت بعد كده الدنيا ما بتكسبها وتيجي بعد تعب يبقى ليها مذاق خاص. فعشان كده لعيبه النادي الاهلي بتحتفل، اللي هم تعبوا الصراحه الفتره اللي فاتت، تحملوا ضغوط بشكل كبير جدا. بس احنا بنتكلم يا جماعه افريقيا الكبار، النادي الاهلي كبير، هيفضل كبير افريقيا. فعشان كده الناس اللي بتتكلم، لا ايه اللي ليه بنقول كده؟ ليه بنقول ان الاهلي هو كبير افريقيا؟ يعني ايه الفرق؟ ايه اللي يخلي دايما ليه النادي الاهلي وصل ل 11 بطوله؟ ليه النادي الاهلي من بعد ما طلع من ما وصل يعني من دوري المجموعات الناس كلها بتقول لك الاهلي اللي هياخد البطوله؟ طبعا انت ايه الفرق؟ يعني ايه النادي الاهلي النادي الاهلي اسلام، النادي الاهلي شخصيه، النادي الاهلي تنظيم، النادي الاهلي اداريات على اعلى مستوى، فنيات على اعلى مستوى، ما خلاكش تحتاج على اي حاجه، بيقفل على اللعيبه بشكل كويس جدا. دي اجيال بتسلم اجيال، دي مش يعني الاغنيه مش مش مش, مش من فراغ، الاجيال بتسلم اجيال. احنا بنتكلم على اول بطوله النادي الاهلي سنه 82 في اشانتي كوتوكو، بتتكلم في غانا، الدنيا صعبه جدا. صحيح. بتتكلم النادي الاهلي بيحرز بطولات بره، بتتكلم على الصفاقس ماتش صعب جدا. سته. بتتكلم على ماتش سته من 11. بتتكلم على الترجي ماتش صعب جدا. النادي الاهلي بتاع الصعوبات، بتتكلم على ماتش الوداد، بتتكلم على الوداد، بتتكلم على القطن الكاميروني، القطن الكاميروني مع مانويل جوزيه. فاحنا بنتكلم النادي الاهلي هو كبير افريقيا عشان ترجي في 2001. طبعا 2001 ترجي. فانت بتتكلم النادي الاهلي طول عمره في الحاجات المواقف دي هو كبير افريقيا مش من فراغ، بالنتائج بتاعتك بالارقام بتاعتك، انت طول عمرك متعود على كده. انا بتكلم على اللي بشوف ناس، حتى يعني لما حتى حد يتكلم عليك يا اسلام حتى لازم يكون قريب منك حتى في الارقام. صحيح. لما تتكلم مثلا انا مثلا كنت واخد مثلا 11، انت مثلا على الاقل تبقى واخد مثلا 9 8 7، يعني انت على الاقل قريب مني، اما انت ما بتبقاش واخد 2. لا اقرب ليك حد 5. انا بتكلم انت مثلا واخد 2 او 3 وبتحاول انت تقلل من قيمه الانجاز. النادي الاهلي بقى كسبان النهارده يقول لك لا الاداء مش مميز. النادي الاهلي مثلا كسبان هنا الوداد وعامل ماتش كويس جدا كان ممكن نكسب 3 و4، يقول لك لا هناك هتتغلبوا. فبيحاولوا يصدروا المشهد فشل الناس. ايوه. بيحاولوا يعني اللي بيتكلم بيحاول يصدر المشهد للفشل اللي هو يتكلم عن النادي الاهلي. طب ما انت تخليك انت تبقى انت ناجح. يعني انت لو احمد حسن هو بيكلمني دلوقتي قال لي ما هو لو ما عملتش لو ما اتعملتش الكوميديا دي ما حدش هيتفرج. تاني حاجه انا بكلمك على حاجه يا اسلام، انا مثلا الاقي اسلام الشاطر الناجح صح، انا احاول اقلده عشان على الاقل اخد اوصل 50% من النجاح بتاعه. صح. ما افضلش افضل اهد فيه، هو طول عمره ناجح، ما هو الاول هو كسبان. فانا بتكلم اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت، حاول تقليل من الانجازات اللي موجوده في النادي الاهلي. انت بتتكلم عن النادي الاهلي طول عمره كبير بجماهيره، بمجلس ادارته، بلاعيبته، باجهزته، كل النادي الاهلي انت شايف ان السنه دي تفوق بشكل كبير في النادي الاهلي. بتتكلم على مستوى الالعاب الجماعيه النادي الاهلي كره القدم، بتتكلم على الالعاب الجماعيه، بتتكلم على وصلت 3 كاس عالم. ما بكلمك فانت بتتكلم تاني حاجه ميزانيه اخرى دي. الحاجه اللي تخليك للفخر يا اسلام لما تتكلم تلاقي مانشستر سيتي يبعت لك، بتلاقي الانديه الكبيره تبعت لك، بتلاقي فالنسيا بيبعت لك، الانديه دي كلها. فبتتكلم عن النادي الاهلي هو ده كبير افريقيا. كبير افريقيا مش بالكلام او انا افضل امسك الميكروفون طول اليوم افضل اتكلم في كلام ملوش اي حاجه. احنا بنتكلم يا جماعه النادي الاهلي لازم تدوا
قيمه النادي الاهلي زمان موجوده هي موجوده بتتكلم على الاقل، ابقى انا على الاقل اعرف اتكلم ازاي عن النادي الاهلي لما اجي حتى احط النادي الاهلي في جمله مفيده، لازم اقعد شويه كده اسلام افكر واشوف انا اقول ايه عشان ده النادي الاهلي. صحيح. فالناس الفتره اللي فاتت كنت شايفها الضغوط، والنادي الاهلي اللعيبه كلها ردت في الملعب. انت بتتكلم في جو هناك كان صعب جدا، واحنا عارفين الاجراءات يعني بتاعت الوداد والمغرب بتبقى الموضوع صعب جدا، والشحن الجماهيري. فده بطوله عزيزه، انا شايف انها يعني من اول ما كابتن محمود الخطيب طلع في الطياره مع اللعيبه والسلام بيفرق، السلام ما تسلم على حد بتبقى عارف وشه مقفول ولا مفتوح، فالاهتمام بيبقى موجود كده. مجلس اداره كله موجود، حسام غالي كان موجود، بتتكلم عن مجلس اداره كل الناس كانت موجوده، فدي حاجه قويه جدا، في سبورت قوي للنادي الاهلي. فده حاجه مفرحان اللي احنا البطوله دي كلها الناس كلها متوقعه اللي انت تطلع، لا انت دلوقتي موجود، انت بتاخد البطوله. ده اسم النادي الاهلي، ده كيان النادي الاهلي. ايه الفرق ما بين دوري المجموعات والفوز بهذه البطوله؟ يعني انت لعبت 6 مباريات في دوري المجموعات وبعدهم 6 مباريات اخرين، 8-4 او دور قبل النهائي ودور نهائي، وبالتالي ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجات كتير جدا لو تتكلم على الجزء الفني. لا، خبرات مارسيلو كولار اتغيرت، يعني كولار اتغير بشكل كبير، الاداء بتاعه مع سان داونز غير مع الرجاء، غير مع الترجي، غير مع الوداد. صحيح. كل ماتش ليه السيستم بتاعه او الشكل بتاعه، هقابل منين، الضعف والقوه فين، هشتغل ازاي. فدي كلها مارسيلو كولار اول سنه افريقيا كان الموضوع مختلف، اللي هو كان مثلا بيلعب سان داونز بيلعب جيم مفتوح كل الوقت، مش عارف الاجواء هناك عامله ازاي. فخبرات بقت تقلت، الراجل بقى قوي في الحته دي. شفنا حتى تغييرات في اخر الماتش بتاع الوداد، لما راجل سامبو ده بيلعب راس حرب بيلعب بياخد كل كوره عاليه، راح منزل له رام ربيعه يقفله في الحته دي عشان رام بيطلع بشكل كويس. الناس تقول لك ممكن نزل محمود متولي مش هيعرف يلعب بهيدرز نفس زي رام ربيعه. فالراجل خبرات بشكل كبير جدا. تاني حاجه النادي الاهلي، هي شخصيه النادي الاهلي كده، اللي هو بيوصل للنهايات لازم بيكسبها. ليه شخصيه؟ هو انا الكبير، فطبيعي كل الناس قلقانه مني، فده الطبيعي. بعكس تاني حاجه اقول لك مثلا سان داونز، سان داونز اصلا فرقه انت لو جيت تتكلم عليها هم خدوا لقب مره ولا حاجه، مره واحده بس. انت بتتكلم اللي هم في دور المجموعات يكسروا اي حد، يعني جامدين جدا في دور المجموعات، بس الخبرات ما عندهمش. والدليل على كده ان انا كنت ما بتكلم حتى وانا نزلت تصريح قبل كده، اللي انا بتكلم كنت مروان على الوداد، الناس كلها مصر كلها بتقول لك صح سان داونز. صح. انا قلت الوداد ليه؟ الوداد عندها الشخصيه وعندها السيستم وعندها البطوله، روح اللي هم البطوله بياخدوها. الوداد بتتكلم عن اول وليد الرجراجي اللي هو المدير الفني بتاع منتخب المغرب، عمل لهم سيستم ماشيين عليه. حتى بغض النظر بعد الاربع مدربين اللي جابوهم، الاخرهم كان جريدو قبل الراجل البلجيكي اللي هو بروك البلجيكي، ما تهزوش، انت فاهم ازاي؟ بيكسبوا، ما عندهمش مشاكل، عندهم شخصيه، بيقفوا بشكل كويس، بيعرفوا يكسبوا. فدي كلها الفرق. سان داونز لا، سان داونز عنده لعيبه مميزه جدا، بس عنده مشاكل، عندهم الضغط العصبي، عندهم مشاكل، عندهم الادوار النهائيه ما يعرفوش يكسبوا. فدي ده الفرق بين هنا وبين هنا. انا افتكر في لما الاهلي اتغلب من سان داونز نقطه تحول. نعم، نقطه تحول. نقطه تحول طلعت علينا بعض الاقلام وبعض كل واحد من حقه طبعا، مش قصدي حاجه، ولكن قال لك خلينا نتعلم من سان داونز. والله اتعلم ايه؟ هقول لك انه عندهم فريق سكاوتنج في كل انحاء العالم. ده بجد على فكره. ايوه هم عندهم جروب عمل. قال لك الجهاز الفني في سان داونز 37 واحد. هي مش ما بين يعني. مش عارف ايه وايه وعاملين حلل تحليل وحركه وتحليل حركه. ازاي النادي الاهلي ما يوصلش لكده بعد ما اتغلبنا يعني؟ ايه رايكم دلوقتي؟ ايوه ده انا عايز اقول لك على كمان دلوقتي معلومة. زي ما انت قلت بقى، انا سبتك تتكلم قوي فانت اللي فتحت لي الموضوع. انا ما كنتش هحط في دماغي يعني. طبعا سان داونز فريق كبير عظيم وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على الناس اللي كتبت، مش بتكلم على الفريق يعني. ما هو ده انا بكلمك، اللي هو بيحاول يصدر لك الفشل او الازعاج، كل شويه يزعجك في حاجات ما لهاش اي قيمه. انا هكلمك على حاجه، الاول مره الناس لازم تتكلم والناس تاخد بالها، النادي الاهلي الماتش اللي فات اللي هو بتاع الوداد، اول ماتش النادي الاهلي ما عنده زيرو اصابات. انت بتتكلم النادي الاهلي كان كل نهائيات بيبقى عنده مثلا 2-3 لعيبه اصابات، عنده 4 اصابات. انت بتتكلم النادي الاهلي الفتره الماتش الاخير ما عندوش اصابات خالص. ما كانت موجوده الشناوي، وده طبيعي كان بقاله فتره، بس الشناوي ما ريحش او حاجه عضليه مختلفه. بتتكلم ده كله يرجع ليه؟ الراجل مارسيلو كولر المدير الفني شغال بروتيشن بشكل مميز جدا. بتتكلم على تشيل محمد هاني، تحط خالد عبد الفتاح موجود، عمرو السوليه، تحط مروان عطيه، بتحط آل ديانج، عنده اختلاف. عندك 4 الاطراف من احسن الناس، بتتكلم بريستا وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر، فاحمد عبد القادر. فبتتكلم اللي هو بيعمل روتيشن بشكل كبير. ناس اسلام بالمناسبه في الحته دي كان اول الموسم ناس كل شويه عماله تهاجم في كولر. تقول لك هو مش مثبت التشكيل ليه؟ يا جماعه في حاجات هو راجل فاهم باكتر مننا يعني. فده لازم نتكلم. لا هو في المعلومات، هو شايف الفرقه، عارف ايه، عارف الحاله العامه عامله ازاي. عارف مثلا الشناوي بيوصل لمرحله كام عشان يقدر يشتغل. صحيح. احنا بنتكلم المعدل يعني اللي هو مدير اللي هو الاحمال، اللي هو المدرب بتاع الاحمال بتاع النادي الاهلي،
لا راجل مميز، انت بتتكلم اللي ما عندكش اصابات خالص، ده دليل على النجاح الموضوع. طبعا انت بتتكلم النادي الاهلي حتى لما بيلعب بتلعب وقت اضافي النادي الاهلي واقف على رجليه، بتتكلم عندك ثبات يا اسلام. احنا بنتكلم دلوقتي على مسؤول الكره، اللي بنتكلم فني، هو عنده الاثنين المساكين محمود متولي او محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عارف جاب جون لحد دلوقتي؟ جاب 6 اهداف. 6 بتتكلم على محمود متولي جاب هدف. فانت بتتكلم النادي الاهلي دخل فيه كام جون لحد الماتش الاخير اللي هو بتاع وداد؟ 13 ماتش دخل فيه كام جون؟ 3 اجوان، اتنين هم الوداد وواحد بيراميدز في اللي هي بتاعت السوبر. فبتتكلم على كده الراجل شغال على العنصر الهجومي او الاهداف اللي هو العنصر الهجومي تخصصي شغال عليه بشكل كويس، وعلى العنصر التحول الدفاع اللي بتتكلم على الدفاع والترحيل ما عندكش مشاكل، ما بقاش يخش فيه. النادي الاهلي كان بيخش فيه اول الموسم اختراقات من نص كتير، دلوقتي ما فيش الكلام دوت. بتتكلم على كده كمان عبتري عامل لك كوادر بشكل كويس، اي مدير فني ممكن يقلق. بتتكلم على مصطفى شوبير عمل لك كادر جديد، عمل لك مشروع حارس مرمى مميز بشكل كبير جدا. صحيح. بتتكلم بيبتدي يطلع يدي شخصيات، بيدي لعيبه بشكل مميز. خالد عبد الفتاح ابتدى يشغله لك. بتتكلم على محمد اشرف بديل لعلي معلول ابتدى يدخله. فانت بتتكلم اللي الراجل لا شغال بشكل كويس جدا، شغال باداء مميز، فده كله يحسب لمارسيلو كولر طبعا. طيب خلينا برضو، لسه كنت بتكلم انا وانت عن الصعود للدوري الممتاز، وكان اول الصاعدين نادي زد ثم نادي بلديه المحله. الحقيقه نادي بلديه المحله النهارده النادي الاهلي وجه التهنئه لمجلس اداره نادي بلديه المحله، واحطوها لي يا شباب، على صعوده للدوري الممتاز بعد غياب 15 سنه اهو امام حضراتكم. النادي الاهلي يهنئ نادي بلديه المحله بالتاهل للدوري الممتاز. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده الاعضاء مجلس الاداره يتقدمون بخالص التهاني الى نادي بلديه المحله ومجلس ادارته والعاملين به بمناسبه الصعود إلى الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم في المرحلة القادمة. طيب معانا على التليفون المهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. باشمهندس مصطفى ازي حضرتك وألف مبروك. كابتن اسلام ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير وعيشنا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. بسلم كل اللي بتتابع. يا باشمهندس ألف مبروك. الله يخليك ربنا يخليك. يعني مجهود كبير جدا جدا، وعوده بلديه المحله الحقيقه، يعني لما بنقول بلديه المحله نقول الحاج محمود الشامي، نقول اسماء كبيره جدا، ولكن عوده بلديه المحله تقول ان شاء الله عوده الانديه الجماهيريه مهمه جدا 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 خلال الفتره اللي جايه. يعني طبعا اولا بس انا حابب يعني طبعا اشكر كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره فرض على تهنئه وكل الانديه اللي هنت. يعني دايما ده مش غريب على النادي الاهلي، دايما هو سابق ومتقدم في كل شيء. الف شكر ليهم. طبعا الصعود رحله شاقه جدا جدا يا كابتن اسلام. طبعا الحقيقه بقالنا سنين كثيره جدا، 15 سنه. شفنا فيهم مرتين، لكن الحقيقه الحاله اللي كانت موجوده النهارده السنه دي. ومين كان رئيس النادي من 15 سنه؟ طيب تقدر تقول لي؟ الحاج محمود الشامي. الحاج محمود كده هتسخنوا مع بعض كده. الحاج محمود الشامي. الحاج محمود ده كبرنا كلنا يعني، ربنا يديله الصحه يعني. اتفضل. ربنا يخليك يا كابتن. فالسنه دي الحاله اللي كانت معموله الحقيقه كانت يعني كان في اكتشاف غير طبيعي المحله كلها حوالين الفرقه والجهاز الفني كمان. احمد عبد الرؤوف عشان برضه اديله حقه، كابتن احمد عامل مجهود كبير جدا 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 على مدار السنه. يعني ما كانش بيجيب تفصيله صغيره الا لما كنا بنقعد نتناقش فيها وبيتدخل فيها وبيذاكرها ويفكر فيها مع مجموعه اللعيبه مع الجهاز الاداري كله، كابتن حامد حلو رئيس جهاز الكوره، كل الناس مستحضر مجلس الاداره اللي موجود. احنا مجلس الاداره كله شباب. لسه كنت هقول لك، انا عايز احييك بس قبل ما تكمل، انا عايز احييك واحيي مجلس ادارتك على، انا هتكلم هنا على حاجه فنيه، حاجه تخصني، ان احمد عبد الرؤوف يعني اعتقد 35 36 قدك يا ابو مسلم، 37 اكبر يعني او 36 37 سنه، يعني برضو شاب صغير ان انت تعتمد عليه ويصعد معاك او يبقى يكون له دور كبير في الصعود مع طبعا مسانده من مجلس اداره شاب برضو على راس مجلس الاداره. اعتقد التجربه الشبابيه تجربه ناجحه. برافو عليه.
بص يا كابتن، طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا انا حاولت كتير جدا لما كنت انا امين صندوق قبل كده ان انا اعمل التجربه دي، لكن الحقيقه اللي ساعدني في ده ولازم يكون حقهم مجلس الاداره. طبعا انا كنت حابب جدا ان احنا نعمل تجربه شبابيه ناجحه، كنت بسعى لده دايما يكون من اولها لاخرها طبعا بالاستعانه بكل مع كل الاحترام للخبرات اللي قبلنا والناس لا لا طبعا موجودة. طبعا دول الاساس، دول الاساس كان في تطور اي حاجه. صحيح صحيح، لكن ده الاساس احنا لا نقدر نستغنى عنهم ولا نقدر ان احنا ما نهتمش برايهم، بالعكس لا ده دورهم اكبر منكم في المسانده وفي الدعم وفي الخبرات الكبيره وكل حاجه. يا كابتن اسلام، بس دلوقتي الكوره بقت علم، نعم باشمهندس، بقى في علم في الكوره. الكوره بقت علم. طبعا صح. فلازم اتفضل يا باشمهندس. والله يعني توفيق كبير جدا من عند ربنا ان ربنا وفق التجربه دي كلها. يعني شكرا لحضرتك، دي اول مداخله ليا بعد الاحتفالات، سعيد جدا ان صوتك باين. يعني انا مش عايز اطول عليك، ولكن الحقيقه الواحد انا شخصيا بعيدا عن اي حاجه، الواحد بيبقى سعيد جدا 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 لما اولا اسماء شابه ومحترمه وابناء قيادات شابه، يعني قيادات كبيره زي الحاج محمود الشامي. يعني ده من الناس اللي ما يعرفش، يعني الحاج محمود الشامي لها تاريخ في محله وفي كره القدم المصريه وفي اتحاد كره القدم، يعني يمكن الجيل بتاعنا يعرفه اكتر. يعني فالواحد بيبقى سعيد وسعيد اكتر واكتر بوجود نادي بلديه المحله، هذا النادي الكبير والعريق والجماهيري اللي ننتظر منه الكثير والكثير. انا عارف ان الموضوع صعب يا باشمهندس مصطفى، ولكن في النهايه هي ان شاء الله ربنا يكرمكم السنه الجايه بعيدا عن مباريات الاهلي بس. ان شاء الله ربنا يكرمكم طبعا السنه الجايه وتعملوا حاجه. متوقع ايه؟ الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هنكون ان شاء الله قعدنا مع بعض وبدانا نفكر الموسم الجديد. ما لحقتوش لسه تحتفل بعد الموسم الشاق ده وترتاح ان شاء الله باذن الله نعمل. يا باشمهندس مصطفى، بس ليه عندك رجاء؟ اتفضل. يا ريت زي ما انت خدت الفرقه الشبابيه ودعمت الشباب وشفت النتيجه والكوره بقت علم زي ما انت شايف، يا ريت ما تغيروش الجهاز الفني. يعني كمل الفكره للاخر. كمل كلامي. لسه كمل الفكره للاخر زي ما انت متبين الفكره كده، وانا بحييك وبرافو عليك. لازم دلوقتي الكوره بقت علم، يعني احنا احترمنا مع الاجيال اللي كانت قبل كده وصل ليميت معين، بس الكوره كل يوم فيها تطور بشكل كبير. فاتمنى ان انت تحافظ على الكوادر اللي موجوده، وده اللي ناقصنا الفتره اللي فاتت كلها، لازم تعمل كوادر رياضيه بشكل مميز. انا بص، عشان انا في حاجات انا عانيت منها، فانا اكيد عمري بعملها مع حد، بالعكس انا عايز التجربه كلها تنجح. فان شاء الله باذن الله يكون الموسم الجديد في الدوري ممتاز، قصه نجاح لتجربه جديده ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وتاكيد على نجاح اللي احنا عايزين نوصله. يعني لو احمد كمل، يعني اعتقد انه هيبقى اصغر مدير فني. طبعا اعتقد يعني هو اصغر مدير فني واصغر رئيس نادي وكده، واصغر رئيس نادي. طب ما انت خلي بالك اصلا اللي مسك بره نفس الكلام. الموضوع كله حلو. الحمد لله. الحمد لله. في توفيق، ما تغيرش بقى يا باشمهندس، خليك زي ما انت. حاضر. ربنا يكرمكم طبعا يا باشمهندس. انا يعني مش عايز اطول عليك، ولكن ان شاء الله يبقى لينا حلقه مع بعض. انا اللي بشكرك جدا، والف الف مبروك ان شاء الله، ودايما بنسعد بوجود هذه الانديه الكبيره والعريقه. شكرا جزيلا لحضرتك والف الف مبروك. طبعا مهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله، والحقيقه تجربه شابه رائعه. جميله تجربه، برافو عليك. مدير فني، هو احنا لعبنا قدامهم، هم لا صراحه جهاز فني محترم جدا. تكلم على طموح رئيس نادي جديد، مجلس اداره عايز يعمل طموح وعنده دوافع بشكل كبير، فده اللي بوصلك للنجاح. خش الفكره وراهن وشوف هتوصل ولا لا. فده اللي ناقصنا الفتره اللي فاتت اللي احنا بنتكلم برضك، ما احترمنا الناس اللي قبل كده. الموضوع مختلف دلوقتي، الكوره بقى تطور. انت بتتكلم على راجل كان ماسك بايرن ميونخ وكان ماسك لايزك، كان عنده كام، 35 سنه 37 سنه. كان دارس. فاحنا بنتكلم دلوقتي، انت لسه بيقولوا عليك المدرب الشاب. طب انت عندك مدرب شاب عندك 50 سنه تبقى مدرب الشاب. المدرب الشاب لا، الدنيا مختلفه. لازم مجالس اداره تدي الحريه وتدي الاختيارات، وبعد كده تحاسب. انت ما بتتكلمش دلوقتي اللي انت راجل اهو بقاله كام سنه، دي سنه ثانيه تدريب لاحمد عبد الرؤوف. يعني ماسك السلوم مصر السلوم، ودي التجربه الثانيه. وصل، وده اللي بنتكلم. مجد عبد العاطي مع زد وصل. انت بتتكلم في ناس اماكن، يعني في عندك البيبو اللي مثلا، ولا لافينا اللي هو الراجل الموجود، واحد منهم هيصعد بكره. فدي ده لازم يبقى موجود الفتره اللي جايه. طبعا الجونه ولافينا هم لحد يصعد منهم عندهم، فالدوره هتبتدي بكره. فاحنا بنتكلم اللي احنا لازم
الوقت الفتره اللي جايه دي نعمل كوادر بشكل كويس، لازم نعمل الخطه الشبابيه ابتدي نشتغل نبتدي. ده اللي ناقصنا، لازم يكون عندك جروب عمل بشكل كويس. هو مش بيشتغل ابروف، مش بيشتغل لوحده، معاه 3 4 تاني مساعدين. فده هي الكوره ناقصه كده، مش هنفضل بقى احنا بقى زمان ونفضل نلف حوالين الملعب 50 لفه ونفس السيستم القديم وهنقف في نص ملعبنا وهنقابل. لا، الكوره بقى تطور بشكل كبير جدا. انت شفت الماتش مثلا، جينا نتكلم على سيتي جارديولا عامل ازاي، شغل عامل ازاي، بتتكلم على المدرب بتاع الانتر، الماتش مفيش واحده بس خلاص هفه واحده جون. هي البطوله كده. فعشان كده دي الانديه الكبيره او دي المدربين الكبار، اللي هو مارسيل جارديولا لو مثلا يروح بايرن ميونخ يلعب بايرن ميونخ السيستم بتاعه والشكل بتاعه. ده اللي بنتكلم فيه، نتمنى تطور الفتره الجايه في الدوري المصري بالذات. بس انا اكتر حاجه بتسعدني في هذا الامر، اعتقد ان انت حتى مجرد تهنئه النادي الاهلي لهذا النموذج الشاب اعتقد هي شيء جيد. واعتقد ما اعرفش يعني، انا يمكن عشان انا في الاهلي بشوف كده الامر، ولكن بشوف ان هو تحفيز ليهم يعني. كابتن اسلام، النادي الاهلي طول عمره بيدي الثقه، بيدي النجاح، بيدي الناس كلها دوافع النجاح، بيدي كل حاجه. ده النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره سباق يا كابتن اسلام. فده الطبيعي، اللي هو بيشوف النجاح فين او الناس اللي بتنجح زي النادي الاهلي بيحاول يشجعهم. ده اللي بنتكلم فيه، عكس ناس ثانيه يدور لك على الفشل ويفضل يدور لك اللي انت تبقى فاشل. فاحنا بنتكلم، لا، النادي الاهلي طول عمره سباق بالنجاح وطول عمره هيفضل في القمه. ده اللي بنتكلم عليه. الحقيقه عندنا يعني كل بسم الله ما شاء الله يعني، دايما انا لسه بقول لهم كل شويه ابعتوا لي يقولوا لي الواتساب يا كابتن بس بص عشان التهنئه. طب يا جماعه ايه؟ يقول لك كابتن محمود مهنئ يهنئ كذا. طب فاهم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تهنئه تقريبا الحمد لله الحمد لله، وربنا يزيد. احنا عايزين كل شويه تهنئه تبقى دايما، ربنا يزيد التهاني من كتر البطولات اللي احنا بنلعب فيها، كتر يعني النجاح، بطولات كتيره. بسم الله ما شاء الله، النهارده في العاب الصالات انت واخد تقريبا كل حاجه، انت السنه دي ما شاء الله واخدين كل حاجه. النادي الاهلي زي ما اتكلم، ده ملفات كبيره جدا، النادي الاهلي كبير، فطبيعي اللي انت عندك يعني حاجات كبيره جدا، صعوبات كبيره جدا، فلازم ما توصل للنجاح وتوصل لاعلى مراحل، فالطبيعي اللي ده النادي الاهلي، ده الموجود في النادي الاهلي، الكوادر الموجوده في النادي الاهلي لازم تشتغل على كده، اللي هو التفوق والقمه على طول. طيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيهنئ فريق كره الماء بالدوري والكاس. قلت لحضراتكم ان فريق كره الماء من الفرق يعني كنا بقالنا فتره طويله جدا ما خدناش هذه البطوله، وبالتالي تهنئه خاصه من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه لفريق الاهلي لكره الماء بمناسبه الفوز ببطولتي الدوري والكاس هذا الموسم، واشاد بالجهود الكبيره التي بذلتها منظومه العمل في قطاع السباحه واثمرت عن نتائج متميزه اسعدت جماهير واعضاء النادي. وقال ان الفوز بالبطولتين يحمل الفريق مسؤوليه كبيره فيما هو قادم، خاصه ان جماهير النادي الاهلي تطمح الى المرتبه الاولى عند المشاركه في اي بطوله محليه او قاريه. وختاما اكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيره في قطاع السباحه، والذي يسعى دائما الى التطوير وتحقيق افضل النتائج التي تليق بمكانه النادي الاهلي. طيب دي كانت تهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لفريق كرة السباحة. نكسب في السباحة كمان مش في بره بس، نكسب كل حاجة في السباحة كمان، في المية كمان، في كرة الماء يعني. خلي بالك اللعبة دي صعبة جدا طبعا، مجهود صعب جدا. نعم، مجهود بدني قوي جدا، مجهود بدني قوي جدا. وكان عندنا مشاكل فيها الفترة اللي فاتت، ولكن السنة دي بقول لك بسم الله ما شاء الله، بسم الله تطور، ما شاء الله. تطور كبير تفوق في كل حاجة. وتفوق واضح. ولما جيت اتكلم مع اعضاء مجلس الاداره الدكتور محمد شوقي مثلا، قال لي لما بقول له 18 من 22، قال لي احنا مش هنفكر في ال 18، احنا هنفكر في الاربعه اللي خسرناهم. ايوه طبعا، الاربع بطولات اللي احنا خسرناهم. وبالتالي هو ده التفكير، هو ده اللي بيوصلنا ان احنا كل شويه بنقول تاني القمة. هو ده بقى التطور او القمه، ده النجاح بتاعك. اللي انا اي حد يقول لك انا واخد 18 خلاص ده انا اعمل لي تمثال وتعمل لي تمثال في اي حته، لا، احنا بنتكلم الاربعه دول ضاعوا ليه؟ عشان كده ده مصدر تفوق النادي الاهلي على طول. اللي هو بيحاول يصلح او يشوف الاخطاء اللي كانت موجوده ويشتغل عليها. النهارده بتتكلم ما شاء الله، لما كنا موجودين في النادي الاهلي الفرع الرابع موجود، بتتكلم في تجمع حاجه جميله، بنيه تحتيه بشكل مميز جدا. فده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي لازم يكون فيه فروع اقوى من كده. النادي الاهلي بيشتغل على الاعضاء بتاعته، بيشتغل على اللعيبه بتاعته، وده النادي الاهلي على طول في التفوق. اولا هسالك سؤال، انه كان بيلعب مكانك او بيلعب مكانك علي معلول. علي معلول في المباراه الاولى بعض من لا يشجع النادي الاهلي حمل علي معلول مسؤوليه الهدف. في المباراه الثانيه بكاء علي معلول كان بعد المباراه طبعا والفوز بيمثل، يعني انت شفت الموقفين دول ازاي؟
لا انا طبعا خلي بالكم يعني احنا بنتكلم علي معلول لعيب كبير جدا، مفتاح مفاتيح النادي الاهلي، ما شاء الله ماشي في الفتره اللي فاتت بمستوى هايل يعني. طبيعي اللي هو ممكن لازم يخطا، مفيش مشكله، بس انا بتكلم على الضغط اللي هو كان موجود هو اللي وصله للمرحله دي. ونقطه كمان اسلام، خلي بالك علي معلول من نوعيه اللعيبه اللي هي عندها حميه وعندها احساس يعني، بتغير عن النادي الاهلي، تحس ان هو مولود في النادي الاهلي. فطبيعي لما اخطا كده هو حاسس بذنب كبير، او حاسس البطوله هتبتدي يعني هتروح في اتجاه تاني. فطبيعي اللي هو اتشد شويه، بس انا كنت مبسوط جدا من حاجه واحده، مارسيلو كولر لما قعد معاه ابتدى يشيل الضغوط دي مع عليه واحده واحده، ودي تحسب للمدير الفني اللي هو معاه عنصر برضك، معاه راجل نفسي بيشتغل عليه، والنادي الاهلي ضاف للجهاز الفني حقيقي راجل معد نفسي بشكل كويس جدا، ودي حاجه كبيره اللي قاعد يتكلم معاه عشان يطلعه من الضغوط دي، عشان شفنا كده علي معلول يعني ما شاء الله متفوق. حتى الهدف لما انت شفت الهدف اللي هو عامله لمحمد عبد المنعم، تحس اللي جواه طاقه يعني في الماتش، فاضل 10 دقائق يعني او 5 دقائق بتتكلم، شفت الاسبرنت اللي واخده بعد الماتش يعني بعد بعد الهدف، تحس اللي هو اللي جري هو اللي جاب الهدف. دي كلها ضغوط. فانا بنتكلم لا يا جماعه، علي معلول او لعيبه النادي الاهلي كلها الفتره فاتت كانت مضغوطه بشكل كبير. البطوله الحمد لله جت فعالي، انا بتكلم اللعيبه الكبيره جدا، لعيبه محترمه، لعيب عنده امكانيات رهيبه، عامل فرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. فطبيعي لما يخطئ ماتش ولا ماتشين يا جماعه ده عنده رصيد كبير، فلازم على الاقل نبقى سبورت ليه، ما نبقاش كل شويه عايزين نهد. فانا شايف علي لا، لعيبه من اللعيبه الكبيره الموجوده في النادي. رايك في مارسيل كولر ايه يا سالم؟ لا مدرب جميل، مدرب واقعي بشكل مميز. احنا بنتكلم انا مبسوط من حاجه واحده بس، اللي تبينك يا اسلام مدرب كويس ولا مدرب يعني متوسط او ضعيف، كميه الاصابات اللي عندك وكميه اللعيبه اللي بتشارك. أوكي. لو جينا نتكلم على عملت كل ده يعني انت يعني اقصد ان عدد كبير من اللاعبين شارك تقريبا، بتتكلم لاعب اثنين بس، ثم في الاصابات يعني ما عندكش اصابات. النادي الاهلي كان كل سنه مثلا اعوذ يعني لا قدر الله يعني صليبي وغضاريف وحاجات من دي، ما عندكش الكلام ده، يبقى الراجل ده شغال بشكل مميز. تاني حاجه ما بقاش عندك فرق بين اللي بينزل اساسي واحتياطي، لو جيت تتكلم تطلع حمدي فتحي تحط ديانجا، هتطلع ديانجا تحط مروان عطيه، هتطلع السوليه ما عندكش مشكله، تطلع محمد هاني تحط خالد عبد الفتاح، هتلعب كهربا تحط شريف، فده كله بيعمل دوافع للعيبه. فده كله مدير فني، ده شغل مدير فني. تاني حاجه كان عندك سلبيات موجوده، الاختراق من النص بشكل كبير اول الموسم، كان النادي الاهلي بيخش فيه اهداف كتير، دلوقتي بتلعب 13 ماتش يخش فيك 3 اهداف، لا احصائيه كبيره جدا. شغل كبير جدا. تاني حاجه الشخصيه والهويه اتطورت بشكل كبير، اللعيبه دلوقتي اللي بتخش مكان الاساسي او الاحتياطي بيأدي نفس الدور، ما عندوش رهبه. انت كنت ممكن تنزل لعيب ينزل تلاقيه بعيد عن التاني شويه، لا دلوقتي بقت مختلف، اللي ينزل دلوقتي عايز يموت نفسه عشان يركب. فالموضوع مختلف. ضيف على كده كمان القوام الاساسي بتاعه ما بقاش مثلا 10 12 واحد، لا ده بقى مفتوح، تتكلم على 20 و22 و23 ممكن يشارك. موسيماني ما كنا بنتكلم عن النادي الاهلي، موسيماني كان عنده 13 14 لعيب او 12 لعيب، هم اللي كان بيعمل فيهم، فكان عليهم ضغوط، تلاقي اصابات بشكل كبير، وتلاقي لعيبه مجهده والكلام ده، وتلاقي مستوى دون مستوى، عشان ما انت ما تطورش، ما تعملش ريفريش تاني وترجع لعيبه تاني بشكل كبير. فلا مارسيلو كولر حاجه مميزه جدا. انا شايف الفتره اللي جايه كمان مع الثقه كمان اللي موجوده مع بطوله الدوري، انت بتتكلم النادي الاهلي لحد دلوقتي بتتكلم بطوله افريقيا، بتتكلم ان شاء الله الدوري، بتتكلم كاس السوبر اللي هو خده من بيراميدز، بتتكلم على كاس اللي هو قبل كده اللي كان موجود قبل كده بتاع كاس مصر، لسه فاضل لك دوري وكاس بقى لسه فاضل لك الدوري بتاع السنه دي. فان شاء الله نوصل النادي الاهلي يبقى 8 9 بطولات السنه دي مع مارسيلو كولر. السنه دي ممكن ان شاء الله لو ربنا توصل لكده ان شاء الله ربنا كرم مثلا كاس العالم الموجود اللي هو الانديه، كاس العالم بتاع الموجود هيبقى موجود، تاخد بطوله ان شاء الله، توصل في مرحله كويسه، يبقى تتكلم. لا الراجل ما شاء الله في تنوع بشكل كبير جدا، حتى كمان اللعيبه انا شايف في ثقه بينهم وبين المدير الفني. اللعيبه كلها في حب، اللعيبه كلها بتنزل، شفت انت الاحتياطي عامل ازاي بيجري ازاي، دي روح مش بتيجي من فراغ يعني، من المدير الفني. في صعوبه للمدير الفني لما الناس كلها تبقى مقتنعه اللي هو هيقعد احتياطي او اساسي لما يكون عندك نجوم في الفرقه، ما عندكش مشكله يعني، ما عندكش مشكله، بيسيطر على النجوم. ودي كلها اعتقد ان اوضه اللبس هو قادر على السيطره على اوضه اللبس، هي دي المكسب كل حاجه في كره القدم. كره القدم اوضه اللبس لو انت مسيطر على اوضه اللبس بشكل كويس، واللعيب اللي قاعد عارف اللي هو قاعد عن قناعه، هتلاقي الدنيا مختلفه. شخصيه مدير فني خلص. طبعا خلاص هو مدير فني يقدر ينزل يقدر يطلع، ما عندكش مشكله. ومش اوضه اللبس معناها برضه عشان ان انت مش بتخش تقعد مع اللعيبه جوه اوضه اللبس وبتاع، هو في عدل ده العدل، العدل والحزم في نفس الوقت، اللي انا اكون عادل وحازم يعني، ممكن ما يخشش اوضه لبس اللعيبه خالص، ولكن بيبقى عدل وحزمه ما بينهم وقرارات مدير فني، قرار طبعا، مثلا حد اخطا هتاخد القرار ده خلاص، ما حدش بعد كده هيهوب تاني. دي شخصيه المدير الفني، عشان كده اي مدير فني بالناس بتشوف او لعيبه الكوره بتعرف الاول، احنا في مصر شويه نشوف هو دماغه ايه، هو قوي ولا ممكن الموضوع يلين، فلو لان اول مره الموضوع خلاص لا، فهو مدير فني قوي.
تتكلم كمان لقطه عجبتني جدا بتاع الكهرباء وبتصور بكاس مع كولر بيتصور، لا ده حب، وشوف ازاي بيقول له انت ابويا وبتاع وبيحضنه، فدي حاجات تبين لك اللي هو في معادله قويه جدا بين الحب وبين الاحترام. اه طبعا هو الانجليزي بتاعه جامد جدا كهرباء. فدي حاجه تبين لك الحب، حاله الحب الموجوده عند المدير الفني، الاحترام والحب. فدي حاجه انا شايفه من الناس اللي دي تحسب مجلس اداره يا اسلام برضك، مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، اللي هو الاستقرار برضك على، يعني انت خلي بالك قرار صعب جدا ان انت تمشي موسيماني مثلا بالبطولات دي كلها وتجيب حد قوي جدا زي كولر، لا الدنيا مختلفه يعني. ده قرار قوي جدا يحسب لهم طبعا وتحسب للمجلس الاداره طبعا بالكامل يعني. لطيف، هو راجل لطيف على فكره بالمناسبه مارسيل كولر، واللعيبه بتحبه واضح يعني من لا هو حب يعني مثلا بنتكلم مثلا رامي ربيعه هو بينزل 5 دقايق 10 دقايق، بص بتتكلم على خالد عبد الفتاح ورا هو بيرقص اخر حاجه، بتتكلم على طاهر محمد طاهر هو اللي عامل الترند الكبير اللي هو بتاع الصيدلانه هو اللي بيتكلم. فانت بتتكلم لا حب، ده النادي الاهلي وده حب النادي الاهلي، ده حب العمل اللي بيشتغل بيه، بتتكلم على الناس كلها العمال والناس كلها، ده النجاح، ده قمه النجاح الموجوده في النادي الاهلي. لا الحقيقه اعتقد ان زي ما حضرتك قلت كده يا ابو مسلم، اوضه اللبس فارقه كتير جدا مع النادي الاهلي طبعا، واللعيبه يعني يكملها على خير، تفضل دايما ان شاء الله كده. ربنا ان شاء الله. برضو عايزك تشرح للناس يعني ايه مدير فني يغير من طرق لعب اللاعبين، يعني احنا شفنا مش هنقول اسماء ولكن عدد كبير من اللاعبين كان مستواه قبل مارسيل كولر اقل، وبعد مارسيل كولر لقيناه اختلف تماما. برافو عليك يا اسلام، اسلام ده السؤال ده يعني هايل. خلي بالك لو جينا نتكلم هو مدير فني اصلا وظيفته الاولانيه ايه؟ تطوير اداء اللاعبين داخل الملعب. يعني اول حاجه انا جاي عشان اطور، لو انا اللعيب هيفضل زي مستواي يبقى انا خلاص مش هيفيدني، ادور على حد جديد اجيبه. فاحنا بنتكلم لعيبه اتطور بشكل كبير مع مارسيلو كولر، ليه؟ الراجل فيه ثقه، فيه اداء، مش واحد ولا اثنين ده كتير. ما انا جاي لك بالامثال. لو جينا نتكلم على محمد هاني دلوقتي مستواه مختلف عن قبل كده بشكل كبير. محمد هاني كان قبل كده عنده مثلا في التمركز الدفاعي بيبقى فيه مثلا اشتراكات، في حاجات بيبقى فيها مثلا فيها مشاكل شويه. الدنيا ما شاء الله محمد هاني لحد داخل الماتش الاخير تكالنج وبيتوقف ازاي، الدنيا مختلف. لو جيت تتكلم مثلا على محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم مختلف، الوقفه بتاعته مختلف، الهيدرز بتاعه بقى مختلف، الهدوء عنده بقى تركيز. في ناس شايفه الهدوء ده اللي هو مرحلة مثلا اللي هي بتقول مثلا تكبر، لا هو راجل هادي، هو كورته كويسه، كورته عاليه فبيلعب الشغل دوت. لو جينا تتكلم على مثلا بتتكلم على حتى محمود متولي، هو اول ما جه خلي بالك محمود متولي ابتدى يديله، ما كانش محمود متولي كانش بياخد فتره كبيره فاتصاب ابتدى يخش على حد تاني. نفس الموضوع لو جينا تتكلم على الو ديانج، الو ديانج كان بيبتدي على طول مع النادي الاهلي اساسي، لما ابتدى يقعد شويه مروان عطيه ابتدى يخش في الحته ديت، مروان عطيه شفنا مستواه عامل ازاي. انت بتتكلم النهارده مارسيلو كولر ادى حاجه، ادى هديه لمنتخب مصر مروان عطيه. مروان عطيه بيلعب ماتش المنتخب صح. انت بتتكلم النهارده ده مدير فني عامله. بتتكلم على مثلا واحد تاني جينا نتكلم عليه بقى، ده اللي خد التورته الكبيره، بتتكلم على بريستاو. بريستاو حاجه مختلفه، بريستاو النادي الاهلي دلوقتي مع مارسيلو كولر غير قبل كده. بتتكلم من نجم من نجوم الفتره فاتت كلها، هداف جاب 7 تجوان او 8 اهداف، فمختلف. بتتكلم الدليل على كده لو راجل راح منتخب جنوب افريقيا بعتوا له الماتش ده اللي هو موجود فيه. فانت بتتكلم لا ده تطور، دي ترجع للمدير الفني وشغل المدير الفني. بتتكلم على جه اقول لك على واحد طبعا مختلف تماما، حسين الشحات. حسين الشحات انا شايف وصل لدرجه من التوب فورم عاليه جدا، اللي هو بقى خلاص مستواه عالي ازاي، حتى هو طالع وهو عايز يموت نفسه، هو زعلان عايز يموت نفسه اكتر من كده، وصلت لمرحله تطور بشكل كبير جدا. واحد بقى مختلف تماما كهربا، ده مدير فني، ده صنع مدير فني. كهربا دلوقتي مختلف عن قبل كده، كهربا دلوقتي حتى في يعني لو هو مش ماشي معاه بيجيب اهداف، يعني حتى كهربا نقول النهارده مش ماشي معاه بيجيب هدف. ايوه بس هي مش ماشيه معاه مرحله، كان بقاله سنه ولا سنه ونص طيب. ما بيشاركش قبل بس ما برضو نكمل كلامنا النهارده، الحقيقه عدد كبير من النجوم بيبارك للنادي الاهلي، النجمه الكبيره وفاء عامر، يا استاذه ازيك، الف مبروك. اهلا وسهلا والف الف مبروك للاهلي، والف مبروك للشعب المصري كله، الحمد لله رب العالمين، شيء مشرف وعملوا ماتش حلو، كنا نتمنى اكتر من كده ان الاهلي الفوز بتاعه يكلل باكتر من كده. الحمد لله فريق برضه قوي وهارد لاك طبعا، لكن ده لا يقلل ابدا من قيمه الفريق الاخر. يعني وفاء عامر طبعا نجمه كبيره ومشجعه كبيره للنادي الاهلي، الحقيقه يعني دايما في كل الايفنتات او كل يعني البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي بتبقى دايما موجوده معانا وبتبارك للنادي الاهلي. كنت بتتفرجي على المباراه فين يا فنان؟ انا كنت بتفرج عليها مع اصحابي بس. طيب حاضر يا جماعه، كنت بتفرج عليها مع اصحابي المباراه بس طبعا ما اقدرش، الاهلي طبعا اهلي كان فيهم حد كان فيهم حد ما بيشجعش الاهلي؟ طبعا بص كان معايا زملكاويه وكان معايا زملكاويه صميمين يعني.
صميمين، لكن كان جواهم هدف كل اللي عايزين نقوله للناس ان مصر اللي كانت بتلعب، لما الزمالك بيلعب انا بشجع الزمالك، لما الاهلي بيلعب انا بشجع الاهلي لاني اهلاويه، لكن انا مش زملكاويه مثلا عشان اشجع الزمالك، بس الوطنيه والعروبه والمصريه وحاجات كتير قوي تخليك لازم تشجع الاقرب ليك، الاقرب لبلدك، الاقرب لنفسك انت. طب بتشوفي يعني، انا عارف ان انت بتتابعي دايما ماتشات الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي، الانجازات اللي بيتم تحقيقها خلال هذه الفتره من انشاءات جديده، فرع التجمع الخامس، الامور اللي بتحصل داخل النادي الاهلي، بتشوفي هذا التطور ازاي؟ وطبعا دي حاجه بتبقى لمصر كلها مش للنادي الاهلي فقط. طبعا طبعا، هو مصر كلها عموما على فكره بتتطور وبتطلع لقدام، يعني احنا مش بنتكلم بس عن النادي الاهلي، انا عايزه اتكلم عن حاجات كتير جدا. اتفضلي. مش مجالها يعني. لكن الحقيقه وجود انجازات للنادي الاهلي ده شيء هايل وعظيم. ان يسمح لكل الناس ومحبي النادي الاهلي وغير الاهلاويه على فكره يبقوا اعضاء، ده عادي ده بفلوس. طبعا. يعني انا مثلا مش زملكاويه لكن عضو في نادي الزمالك، ده انا اول مره اقول ده. مش معنى ان انا مش من اهل النادي ومش منهم او مش، لكن انا يعني ابني مثلا زملكاوي، جوزي زملكاوي، عندي اولاد عمي زملكاويه، فمش معنى كده ان ده الخناقات كتير بقى. ابدا، احنا عايزين خالص خالص يعني كانوا مبسوطين للاهلي ان هو كسب المباراه. والله طب كويس جدا. احنا عايزين عايزين، انا اسف، عايزين الامثله الايجابيه دي الافيه بقى، ان احنا نقعد نهزر فنضحك قوي، هو ده الاساس، ان احنا نستمتع بالكوره جدا جدا. لكن مفيش خناق ومفيش دم، مفيش ضرب نار. طبعا لا، هي دي الحكايه، ده المثال يعني. طيب اخيرا لو حابه تقولي حاجه للعيبه النادي الاهلي، لمجلس اداره النادي الاهلي، للكابتن خطيب، اقول لهم شكرا جدا، انتوا عملتوا اللي عليكم واديتوا وكنتوا ابطال ورجاله، فرحتوا مصر، فرحتوا الناس اللي بتحب بجد اسم مصر يترصد في كل الاماكن، مش لو الزمالك بيلعب كنا برضو باركنا له، واللي هي دي الكره كده، الكره مكسب وخساره، بس حقيقة. دايما فرحونا ودايما الاهلي والزمالك فرحونا. انا بشكرك جدا يا فنانه على وجودك معانا، النجمه الكبيره وفاء عامر، وتهنئه رقيقه للنادي الاهلي وفوزه بالبطوله ال11. زي ما حضراتكم شايفين، هي دي الترندات الايجابيه اللي بنبص لها، ان احنا دايما يكون هناك، انت بتلعب باسم مصر، النادي الاهلي دايما بيلعب باسم مصر وبيشرف مصر يا ابو مسلم. طبعا النادي الاهلي مصدر السعاده موجود في مصر على طول على مدى الزمن يعني. فهو زي ما بنسميه تاجر السعاده. على طول النادي الاهلي في كل المراحل بيكسب، النادي الاهلي بيفرح الشعب المصري في كل يعني كل حاجه الموجوده، الازمات النادي الاهلي هو الفرحه اللي موجوده. فده طبيعي، ان النجاح هيفضل كده يا اسلام، ده النادي الاهلي. اخيرا يا ابو مسلم، لو حابب تقول حاجه فيما يخص للجمهور، للاعبين، يعني احنا في حاله فرحه، في حاله فوز، في سعاده، يعني لو حابب تقول اي حاجه لمجلس اداره النادي الاهلي. لا طبعا، انا الرساله الاولانيه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، بقول لهم الف مبروك ليكم، تعبتوا الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، كان في بريس عليكم بضغط كبير جدا استحملته، وده حقكم. النهارده بنشكركم كلكم من الاول، كابتن محمود الخطيب، كل الناس اللي كانت موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي. بنتكلم الرساله الثانيه للاعيبه النادي الاهلي، الف مبروك ليهم والجهاز الفني، الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا عليهم، شرفونا، ونتمنى ان شاء الله يعني خلاص احنا خدنا البطوله دي، نبص على بعد كده، احنا بنتكلم في ال 12. احنا طماعين النادي الاهلي كده، طول ما انت في النادي الاهلي هتفضل تبص للبطوله اللي بعد كده. الرساله الاخيره طبعا لجماهير النادي الاهلي، اقول لهم الف مبروك ليكم، انتوا كنتوا السند والظهر الفتره اللي فاتت كلها، فده طبيعي، وده حقكم اللي من دول تفرحوا وتعبروا عن كل حاجه، الفتره اللي فاتت كانت صعبه شويه عليهم. عموما يا رب دايما تظل الامور وتظل البطولات موجوده، وان شاء الله دايما هتفضل موجوده البطولات في النادي الاهلي. اشكرك يا ابو مسلم، والف الف مبروك ليك. انت طبعا الكاس اللي قدامنا ده انت ليك جزء فيه برضو. انا شلت جزء الفتره اللي قبل كده، النسخه اللي قبل دي، النسخه اللي قبل دي مش النسخه. كنت انا وانت كنا موجودين مع مسلم، انا وجزء اجيال بقى مسلم، اجيال كبرنا شويه يا كابتن اسلام. كبرنا وتختخم. عموما الف مبروك يا ابو مسلم، دايما الله يبارك فيك معانا، وبنتشرف دائما بوجودك كواحد من النجوم الكبيره اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. بشكرك كابتن اسلام طبعا، ومبسوط ان انا في بيتي الكبير والنادي الاهلي، والفرحه بتوسع يعني وانا جاي النادي الاهلي. يعني انا لما جاي كده اي باجي قنوات كتير حقيقي. بس لما باجي النادي الاهلي لا، ليه روح ثانيه وحياه ثانيه. فالف مبروك للنادي الاهلي ولكل احنا اللي بنشكرك جدا على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل صبري سراج وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، صبري سراج وايمن جلبرتو. هنتكلم معاهم او هنكمل احتفاليه هذا الاسبوع، او هنختتم بقى احتفاليه البطوله ال 11. يعني احتفلنا بقى لنا اربع خمس ايام بنحتفل، ان شاء الله دايما ربنا يديمها احتفالات. ازيك يا صبري؟ ازيك كابتن؟ زي الفل الحمد لله. الله يبارك فيك. يعني يوم جميل. طبعا اسبوع جميل. يوم جميل الحقيقه. ازيك يا ايمن؟ ازيك كابتن؟ الله يبارك فيك. لسه بيقول لي 2006 وبتاع. يا لهوي، لو السوشيال ميديا دي كانت برده موجوده ايام 2006. دي نفس كتير برده في 2006. لا شفنا. سافرت انت؟ لا انا سافرتش، بس انا هي نفس الاجواء. في ايه؟ انا مثلا كنت موجود في المطار بودعكم انتم مسافرين، وبودع المجموعه اللي هي اصدقائنا اللي كانوا مسافرين. هم كانوا 40 واحد 50 واحد. ما دي كان 2006، هي بدايه ان يبقى في اعداد من الجماهير بتسافر ورا الاهلي بره مصر. كان في على طول بيبقى في ناس بتسافر، بس نتكلم كعدد. كانت بدايتها رادس 2006. فرادس 2006 لو دلوقتي انت هتحس هي نفس الاجواء، الناس رايحه مركزه على البطوله. ما كانش بقى ساعتها التوثيق كده. لا يعني كان معانا قناه. يعني ما كانتش لسه قناه الاهلي، كان بنطلع بكده يعني المركز الاعلامي يعني. وكان في كاميرا كده احد القنوات وقتها الخاصه هي اللي كانت بترصد الكواليس. صحيح. بس والله جميل يعني، لو الناس مسؤولين عنها موجودين يسمعونا، لو قطعوا الحاجات دي ونزلوها هم هيكسبوا فيوز على السوشيال ميديا، ويفكروا الناس بالزمان الاحتفالات كانت عامله ازاي، ودلوقتي الاحتفالات جميله. كانت نفس الاطار واللعيبه بتفرح. احنا ما بننام، احنا ثلاث ايام فما بننامش. يعني تيجي تنام تقعد وانت بتقلب في الموبايل تلاقي فيديو احتفال تتفرج، تقلب تتفرج، تلاقي نفسك الساعه بقت 5 6. الاحتفالات اللي ما بعد المباراه عامله ترندات، معظمها عامله ترندات يا صبري. ما زي ما ايمن بيقول، الواحد بيقعد يمسك التليفون وفاتح الانستجرام والفيسبوك عمال يتفرج على الريلز والحاجات دي لحد بقى يعني ما بيجيلكش نوم. ريلز كتير جدا وكلها جميله وكلها مبهجه. يعني عملوا حاله، اللعيبه عملت حاله، اللعيبه عامله حاله كويسه، حاله لطيفه. لا وكرييتيف يعني، بيعملوا حاجات جديده، شغل حلو الحقيقه. يعني الصوره اللي واخدينها ما اعرفش تعرف تجيبها ولا لا، اللي هي في المطار، في دخله المطار ده التيوب اللي بيبقى من الطياره اعتقد لبره. بوستر فيلم هو عمرو داخل على السوليه داخل عليهم وواقف واملافف عامل كده بوستر. بوستر فيلم. بوستر فيلم يعني. فحاجات لطيفه جدا، عاملين حاجات لطيفه. حتى الناس خدت تقارن ما بين اللقطه بتاعت ساتلانا بتاعتنا دي واللقطه بتاعت في مانشستر سيتي، وهم برضو خارجين في الميكسد زون. مشغلين اغنيه انجلش وبيفرحوا، بس عندك بقى الفرق هنا. بص هنا ساتلانا وهناك بس الفرق دي مسمعه يعني اي حد. ناس تحت الديجيتال ماركتنج وهم بتحلل. لا دلوقتي عملها هتكسر يعني، لما تنزل على السوشيال ميديا هتشوف عامله ازاي. لا ده هو كمان بيغنيها بقى لايف. حاجه من جوه كده الاهلاوي، الحته الاهلاويه. برافو عليك، برافو عليك. جوه الحته الاهلاويه بدون اي مؤثرات، لا تحس كده ان الاغنيه مختلفه. لا بيقول من قلبه قوي قوي ان هو اهلاوي. اهلاوي يعني. الاغنيه مبهجه. الحاله، بص يا كابتن، هي حاله حلوه. حاله الماتش حلوه. بالظبط. مساندات كبيره جدا، او مسانده من مجلس اداره النادي الاهلي، قبلهم الجمهور طبعا ومجلس الاداره. من وجهه نظري ان هم يستحقوا ان احنا دائما نشيد بمجلس اداره النادي الاهلي خلال هذه الفتره، لانه الحقيقه تعرض لعدد كبير من الضغوط خلال الفتره. صحيح. السابقه بمختلف بقى الميول. صح. ما بين التشكيل. طيب خلينا برضو نروح نبارك لاحد واحد من الاهلاويه الكبار ايضا ومن الفنانين الكبار، النجم الكبير محمد لطفي. يا استاذنا. السلام عليكم. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي، الف زكي مبروك. ازيك الصحه؟ ازيكم كباتن؟ ازيك يا كابتن؟ الفل. سؤال الفل يا فنان. كابتن برضه كان بيطلع. ما هو كابتن برضه رياضه. على فكره رياضي قديم يعني. طبعا طبعا نجم. نعتبرك كابتن بقى عشان احنا متعودين على كابتن مش يا فنان. وحشنا جدا والف مبروك يا حبيبي. الف مبروك لنادي الاهلي، و يعني فرحتونا، ومستوى متقدم جدا، والمره ال 11 ويا رب ما يغيبش عننا سنه زي السنه المره اللي فاتت. وان شاء الله دايما موفقين، وانا بحييكم. الماتش كان حلو جدا. اتفرجت على الماتش؟ طبعا اتفرجت على الماتش والحكم الكوميدي. ما عجبكش الحكم؟ ها؟ لا يا ابيض، انا هو سلانا يعني، خلانا متسليين بس. هو زعلنا. لا مش فاهم هو كان بيعمل ايه، بس يعني
الحمد لله هم عملوا مجهود على المدرب الجديد، وقدروا يعني اختيار موفق من مجلس الاداره. فتحياتي لمجلس اداره النادي الاهلي كلهم جميعا، ويعني انا احييكم. طبعا انا مبسوط جدا كان النادي بتاعي ياخد. تحب كابتن خطيب؟ يعني بتحب كابتن خطيب؟ سلام. يا سلام، ده كابتن خطيب هو اللي علمنا كلنا كرديين يعني ايه الاخلاق، ويعني ايه المهارات، ويعني ايه الذوق، ويعني ايه كل حاجه. ربنا يوفقه دايما، وهو قدوه لينا كلنا. بتمنى له دايما التوفيق يا رب. شفت يعني احسن لعيب يعني في الماتش شفت مين؟ والله كلهم كويسين، والله مش واحد بس. كلهم كويسين، يعني كلهم عملوا مجهودهم. برضه الاهلاويه دبلوماسيه يعني، عارف برضه ما تعرفش تاخد منهم حاجه. وقت يعني الفرحه كله بيبقى كل وقت الفرحه يقول لك كله. لاعب نادي الاهلي او اي لاعب اي نادي في مصر بيمثل مصر في دوره افريقيه سوسية مثلا، دوره البحر المتوسط، فده بيبقى يعني كلنا معاه يعني. ما بتفرقش ساعتها بقى اهلي زمالك بين المصري، كلهم بيتساووا في اللحظات اللي زي دي. بالاضافه بقى الى ان لما يكون كمان النادي بتاع المشجع هو اللي بيلعب بيبقى ازيد شويه، يعني بيبقوا حالتين مع بعض في تشجيع الانديه المصريه في الدورات الدوليه يعني. لو عندك مشهد وعندك ماتش للاهلي، بتسيب المشهد تعمل الماتش الاهلي ولا بتكمل بروفتك وبعد كده تتفرج على الماتش بالليل؟ هسيب المشهد واجري ورا الحكم اشده يعني انت الحكم ده كنت لازم تبقى انت موجود في الملعب عشان تمسكه كده. حاجه زي ده ما ينفعش يبقى معاه صفاره، لازم تخبيها منه. يا نجم شرفتنا ونورتنا وسعداء جدا بوجودك معانا، شكرا جزيلا والف مبروك عليك. مبروك، الف مبروك، ودايما يا رب بالنجاح ومفرحينا على طول ورافعين اسم مصر. متشكرين جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير استاذ محمد لطفي، احد الاهلاويه الكبار برضو. خلي بالك بيسيب الدنيا ويقعد يتفرج، ملوش حل على الماتشات. الفيديوهات كان في فيديوهات بتطلع دايما للفنانين يعني اللي هم في ممكن يبقى سايب اللوكيشن في مهرجانات مثلا دوليه او حاجه، تلاقيهم متجمعين وقت ماتش للاهلي وياخدوهم في الكواليس. طبعا كان ابرزهم الراحل فاروق الفيشاوي الاهلاوي رهيب، ليه فيديوهات جميله كده. واحمد الفيشاوي دلوقتي برضه تلاقيه بيتمرن في الجيم او حاجه كده، تلاقيه لابس على طول تيشيرت الاهلي يقول لك والدي كان بيحب العمده. ربنا يديله الصحه صراحه، سعداني احمد صلاح طبعا. لكن انا بتكلم على العمده بقى، لان العمده كان ايامنا احنا يعني. فنان القبطان كابتن نبيل الحلفاوي، ونبيل الحلفاوي برضه على تويتر حاله صحيح. كلنا بنقعد نتابع اراءه، لازم نتابع اراءه. وبعدين بقعد اقول له يعني كذا مره ابعت له يعني حاول تخش معانا يعني، برضه الناس عايزه تسمع صوتك، عايزه تشوفك في قناه الاهلي، عايزه كذا. يقول لي انا ما يعني انا بدعوك على الهواء مباشره هو يا استاذ نبيل، علشان يعني تشرفنا في التواجد في اي وقت انت فاضي فيه. عايزنا احنا كمان نجي لك ما فيش مشكله خالص، لانه الحقيقه استاذ نبيل بعيدا، استاذ نبيل حلفاوي يعني، بعيدا عن ان هو رجل اهلاوي كبير ولكن مثقف كبير الحقيقه، وفنان كبير، واحنا محتاجين لمثل هذه الامثله صحيح. خلال هذه الفتره الصعبه جدا يعني الراجل ما بيجي يتكلم على النادي، كل أندية مصر بيتكلم عليهم بشكل جيد جدا، ولكن حبا في النادي الأهلي بيبقى ليه طبع خاص كلام كده لطيف جدا. أنا بحب يعني بنهدي له تحية كبيرة جدا من طبع. قناتنا، من قناة النادي الأهلي. صبري مرة تانية نرجع للكورة ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي له دور كبير جدا جدا، والحقيقة من حقهم صحيح. إن احنا نتكلم عنهم، من حقنا إن احنا نتكلم عن كابتن خطيب، من حقنا إن احنا نتكلم عن كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي. الحقيقة أنا يعني حابب أتكلم عن ثلاث نقاط تحديدا أنا شايف إن هم كانوا فارقين، أو تعامل الإدارة فيهم كانوا فارقين على مدار الموسم، وعملوا نقاط تحول كبيرة في الموسم ده. الأول هو التعاقد مع مارسيل كولر. كان في مدربين كتير تم ترشيحهم، لكن وقع الاختيار على مارسيل كولر، وكان الحقيقة اختيار صائب جدا. دي أول حاجة. الحاجة الثانية كانت التعامل مع الملف الجماهيري، حضور الجماهير والانتقال ان احنا نرجع نلعب في استاد القاهره، ده فرق كتير جدا معانا وفرق كتير جدا مع الفرقه. الحاجه الثالثه التعامل بعد الهزيمه من صن داونز، والهدوء الشديد اللي قابل بيه مجلس الاداره اللي حصل، والحاله اللي حصلت بقى بان احنا قفلنا على الفرقه اكتر، وما فيش اي طاقه سلبيه او اي اخبار سلبيه طلعت من عن عقوبات او
او اي حاجه تجيب تشتت او تسبب تشتت للعيبه. انا بشوف ان الثلاث حاجات دول فرقوا جدا في الموسم. الموسم ده كان ممكن يروح في حته تانية خالص لو كنا اسأنا اختيار المدرب، لو كنا اسأنا التعامل بعد مباراه سان داونز، او لو فضلنا بنلعب في الماتشات الكبيره بعدد محدود من الجماهير. فالحقيقه هم يستحقوا كل التقدير وكل الشكر على الاداره الحسنه للملف من اول الموسم لحد دلوقتي، وحصدوا الحقيقه اللي هم كانوا بيأملوا فيه واللي احنا كمان كنا مستنينه منهم يعني. والحقيقه ايمن ما تلاقيش حد طالع يتكلم يقول لك انا عملت يعني. حتى الكابتن خطيب مثلا في الفيديو اللي هو راح يحيي الجمهور قام جاي واخد خطوتين لورا لما لقى الناس عماله تقول بيبو بيبو، ما هنعمل ايه بنحق يعني الراجل بيحب يعني. بيستني المهندس خالد مرتجي يجي. لا انا اقصد ان هو كمان خد، لو هاتها لنا تاني يا سمير لو سمحت، هتلاقيه خد خطوتين لورا كده عشان ايه الناس تشجع او يعني تحيي صحيح. مجلس اداره النادي الاهلي اللي بالفعل كلهم يستحقوا التحيه. فملفات مثلا الجماهير كانت مع العمري بن فاروق وخالد بن مرتجي والدكتور محمد سراج وبقيه المجموعه اللي موجوده ومحمد الضماطي اعتقد كلهم، دكتور محمد شوقي. هي دي اللقطه اللي انا بتكلم عليها. هتشوف دلوقتي الكابتن خطيب بيعمل ايه. بص خد بالك يمكن ما حدش خد باله كتير من اللقطه دي، لكن بص بص الكابتن عمل ايه. خلينا نقف يا جماعه. وبعدين ايه لما لقى بيبو 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 طبعا ما غنوا البيبو فقام جاي واخد خطوتين ورا. بص في اكتر كمان من لقطه ثانيه تحيه. وخلي بالك مين اللي جنبه؟ استاذ محمد الكفراوي عضو مجلس اداره الاهلي السابق. بص حضرتك عمل ازاي. انا بشوف ان اللي بيحصل ده يعني والله بجد كلها حاجات تدرس ويتم تعليمها للاجيال صحيح. المختلفه الصغيرين اللي مش عارفين ومش ما بياخدوش بالهم. ده كان التعامل كمان طول السفرين. خلي بالك انا اسف عشان الفتره اللي فاتت اصل كان فيها حاجات سيئه كتيره جدا صحيح. فاحنا مثل وتشكيك وكذا وكذا فمثل هذه الامور صعب. اعتقد بيبقى ليها دور مهم جدا صحيح. انا اسف ان انا اتكلمت. كان في اكتر من لقطه ثانيه كمان يعني حصلت. انا شفت مثلا اكتر من فيديو وكان بيبقى فيه كابتن خطيب كابتن حسام غالي وعدد من اعضاء مجلس الاداره مع المسؤولين هناك في المغرب، ويبقوا ماشيين وفي كلام مثلا بيدور الاقي تلاقي الكابتن خطيب بيزق كابتن حسام غالي قدام انت رئيس البعثه انت وياخد هو وانت وياخد هو خطوه لورا. طبعا في التتويج بالغ جدا ان هو ما نزلش منصه التتويج وساب رئيس البعثه هو اللي يقوم بدوره وهو اللي يكون موجود على المنصه دي. حاجات الحقيقه انا اسف ان انا اقول كده احنا ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي. التمسك بالمبادئ وبالمثل دي وبالتسلسل وتحضير الكوادر وتحضير الكوادر دي حاجات احنا ما بنشوفهاش الحقيقه عندنا هنا يعني. في لقطه كمان دي موجوده اكتر على السوشيال ميديا. حد كان الكابتن محمود الخطيب بين الشوطين وهو واقف في الاستاد بيصلي. اوكي دي برده من اللقطات اللي يعني يعني عارف انت اللي هو ايه بفرض ربنا بيصيد. ده برده ايه الاجيال الصغيره ممكن لما تشوف حاجه زي كده ايه اللي هيلتفت في دماغها. ان انت برده وانت بتتفرج على الماتش اذان اذن مثلا تقوم قايم ايه قايم بيصلي تصلي تدعي ربنا تدعي لنفسك تدعي الفريق. يعني دي حاجات كلها ايجابيه. ما بتشوف دايما رئيس النادي بتاعك في موضع اللقطه دي بتشوف دايما رئيس النادي بتاعك في موضع ان هو قدوه ليك مش بس في الكوره لا هو قدوه ليك في الحياه. انا على فكره انا كان اخويا الصغير كان اتمرن مع يعني في الاكاديميه بتاعه الكابتن. كنت انا باخد بالي دايما من الـ الرساله اللي هو بيوجهها لهم ان الموضوع بعيدا عن الكوره لازم تكون شاطر في دراستك شاطر في مع يعني عامه تبقى متفوق تبقى اخلاقك كويسه. دي حاجات بيهتم بيها فدي بتنقل في النادي الاهلي. النهارده الشباب بتوع النادي الاهلي لما كلهم يشوفوا الكابتن رئيس النادي بتاعهم القدوه بتاعتهم مفيش مشاكل صوته مش عالي موجود معاهم في الحاجه الحلوه الحاجه الحلوه والمره. مجلس الاداره النهارده المشهد ده جماله في ايه زي ما صبري كده بيقول كلهم بيطلعوا الماتشات دي. الناس دي عندها اشغال برضو يعني طبعا. عارفين ان عضويه المجلس الاداره دي حاجه تطوعيه صحيح لكن النهارده الناس دي كلها بتطلع على حسابها وهي موجوده عشان تدعم الفريق وتسنده وتؤازره. موجودين مع مختلف الفرق. بنشوف مثلا المهندس محمد سراج مسافر عشان الطايره المهندس الضماطي مش عارف موجود فين عشان اليد المهندس الجرحي كلهم الدكتور محمد شوقي على طول هتلاقيه موجود مع البعثه في كل بالظبط. المهندس خالد مرتجي ودوره زي ما بنقول كده وزير خارجيه النادي الاهلي. المهندس عمرو فاروق ودوره ازاي في كل بص كل الالعاب هتلاقي دايما باشمهندس عمرو فاروق موجود في كل الالعاب. لو في ماتشين بيتلعبوا في نفس اليوم بيروح. هتلاقي الماتش بيخلص من هنا يروح على الماتش في القاهره بره القاهره في كل حته. فالنهارده ده كله ده العمل الجماعي. النهارده الناس دي لما بتشتغل ما هي
هي بتاخد بكل الاسباب. وبعدين ما حدش بيقول لك انا بالظبط انا دي يعني تقريبا كلهم طلعوا معانا بيتكلموا بنفس الشكل معانا او مع غيرنا نفس الاتجاه ونفس الشكل بالظبط. فانت انت طبيعي بقى لما المشجع يشوف كده ده درس. الناس لما تشوف كده مدار اتعلموا يا جماعه الموضوع صحيح. بسيط الناس ما صوتها مش عالي ما بي انا اسف اللفظ ما بيقلوش ادابهم على حد. حقوق النادي بيجيبوها بالطرق بيسلكوا كل الطرق. النهارده زي ما قلنا كان ملف الجماهير كانوا بيقعدوا يتريقوا على يقول لك البيانات بيعملوا بيانات البيانات ما في الاخر البيانات بقى في موضعها يعني في مكانها السليم. وفي الاخر الرد بيبقى فين؟ في الملعب لما بناخد بكل الاسباب ربنا بيوفقنا. وده اللي حصل في البطوله دي زي ما في 2006 كانت صعوبتها في ان انت هنا في ماتش الذهاب متعادل 2020 الوضع الحاله العامه كلها واتكات مجزر. النهارده بتتكلم في 2023 كانت الفكره ان انت كلها بذكريات السنه اللي فاتت. فالنهارده انت تدرجت كل ده واحنا هنتكلم طبعا طيب. في بقيه الحلقه قبل بس ما نتكلم في بقيه الحلقه انا الحقيقه من اللاعبين اللي عاملين حاله على في الاهلي ومع منتخب مصر خلال هذه الفتره كل اللعيبه طبعا ولكن محمد عبد المنعم تحديدا عامل حاله يعني مختلف. محمد عبد المنعم مع المنتخب فمش هنعرف نجيبه فجبنا سيد عبد المنعم اخوه. سيد ازيك يا كابتن سيد كابتن بقى برضه الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. يعني الحقيقه احنا سعداء جدا 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 بمحمد وباللي بيعمله محمد سواء مع النادي الاهلي والنهارده مع المنتخب. يعني كون محمد يلعب من يومين مباراه بمثل هذا الجمال وبعدين يبدا النهارده مباراه المنتخب اعتقد ثقه كبيره جدا جدا يا سيد. والله واحنا بنشكر ربنا طبعا على المكسب في الاول ودي حاجه كبيره ربنا قدرنا بيها الحمد لله وكانت بطوله غاليه علينا قوي 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 وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله واحنا مستنيين مزيد اكتر من لعيبه الاهلي وان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا كده باذن الله يا رب. لان السنه اللي فاتت احنا تعبنا فيها وعانينا فيها بجد والله وكانت لعيبه رجاله احنا بنحمد ربنا ان ربنا عوض اللعيبه دي بالبطوله دي بان البطوله دي غاليه علينا قوي وان شاء الله مزيد من البطولات كده ومزيد من التالق لعيبه الاهلي وبنشكر مجلس الاداره طبعا ان هو موفر للعيبه كل حاجه وان شاء الله محمد يبقى عند حسن ظن الجمهور كده ودايما يبقى ربنا كرمه وثابت مكانه كده في ناديه طبعا ومنتخب مصر ان شاء الله دايما يا رب. هو محمد كان بيلعب حاجه تانية غير الاستوبر دي بصراحه يعني احمد حسن بقول لك اسمع بس احمد حسن النهارده قال لي جمله عبقريه كابتن احمد حسن يعني الصقر طبعا قال لي جمله عبقريه ايمن يا سراج قال لي ايه؟ قال لي محمد حاسس ان هو يعني اكبر من ان هو يلعب سرد باك يعني احنا عايزينه يلعب في نص الملعب والله او يعني او قدام عشان يعني ان نلعب سرد باك يا جماعه انا بعرف ارقص وبعرف ايه رايك في الكلام ده سيد؟ والله هو محمد في بدايه حياته اصلا اول ما راح النادي الاهلي كان محمد مركزه وكان رايح مهاجم كان لعب جناح شمال لحد حكى لي القصه دي لحد بقى الكابتن ياسر رجب ما شافه وقال له اعملها انت يا محمد كذاك مدافع ففي الفتره دي محمد اتضايق شويه وكده. ايوه شفت فالكابتن ياسر رجب طبعا وعده قال له والله انا هتبقى افضل مدافع في مصر ان شاء الله وربنا كبير طبعا والحمد لله الحلم بيتحقق اهوت ومحمد انسان يعني على خلق عادي وانسان عارف ربنا وقريب من ربنا منتظرين مزيد من التالق ان شاء الله ومزيد من يبقى ربنا معايا كده باذن الله. اتفرجتوا على الماتش فين انت والعيله بقى والاحباب؟ والله انا اتفرجت مع ناس صحابي بصراحه لان انا يعني خلعت من الحج والحاج لان الواحد اعصابه كده اعصابه متوتره في الماتش دوت كان ماتش صعب علينا قوي طبعا ربنا كبير طبعا. لما محمد جاب الجون عملت ايه يا سيد؟ اشرح لي اللحظه بجد يعني ايه اللي حصل بجد؟ يا كابتن اسلام شعور ما توصفش والله يا كابتن والله بجد شعور ما توصفش يعني انا لحد دلوقتي بجد والله يعني ممكن اول لسه بادئ بقالي يومين استوعب ان الحمد لله البطوله 11 بتاعتنا الحمد لله وان محمد يعني كان سبب بعد ربنا ان هو يحرز الجون دوت فاللعيبه رجاله طبعا وبشكر اللعيبه كلها بصراحه يعني ما حدش ابخل بنقطه عرق اللعيبه كلها كان عندها على قدر المسؤوليه وكان عامل براجل واحد هو الاحتفال اللي احتفله محمد بعد الهدف ده احتفاله الطبيعي ولا هو كان يعني مشدود جدا جدا فما احتفلش قوي قوي يعني والله يا كابتن يعني انت شايف ايه يعني انا انت اقرب واحد ليه يعني
طبعا محمد والله قبل الماتش يعني مركزين من قبل الماتش الاولاني بس كان نفسنا ان تطلع النتيجه كانت تبقى كويسه بس الحمد لله 2-1 برضو يعني النتيجه فيها حافز انا مش فاهم بصراحه حافز يعني ان احنا رحنا نروح برضو وان نبقى واقفين على رجلينا اكتر ونشتغل اكتر ونركز اكتر فالحمد لله كان توفيق ربنا معانا طبعا. توقعت الاحتفال بتاعه كده بعد الهدف؟ والله يا كابتن هشام احنا اتظلمنا السنه اللي فاتت بصراحه. انا يعني انا اصل كان نفسي بيني وبينك هو راح للجون راح قصدي هو عمل الاحتفال اللي هو عمله وهو خارج من الملعب يعني هو السنه اللي فاتت وهو خارج من هو خارج من الملعب بص يعني بص الجون بعد الميداليه الفضيه بص ناحيه جمهور الوداد وشاور على شعار النادي الاهلي فهو عمل كده احنا رقم واحد فلما جاب الهدف هو راح وقف في نفس المكان ده يعني نفس المكان وشاور لنفس المدرج وعلى الشعار قال لهم احنا رقم واحد يعني يا سبحان الله الاهلي رقم واحد في افريقيا بالظبط يعني احنا سعداء جدا بمحمد وسعداء جدا بيك لانكم الحقيقه من الواضح ان انتم كلكم عيله الحقيقه محترمه ويعني حسن الخلق وحسن الكلام موجود فيكم كلكم الحقيقه فانا بشكرك جدا يا كابتن سيد على وجودك معانا ودايما يا رب محمد في تالق ودايما بطولات يا رب يا رب ان شاء الله والف مليون مبروك للنادي الاهلي شكرا جزيلا مبروك لمصر كلها شكرا جزيلا يا حبيبي كابتن سيد عبد المنعم اخو كابتن محمد عبد المنعم خلي بالك برضو بتحس بال يعني هما برضو سيد تحس ان هو كان بيلعب لا طبعا اخوه أكيد. بس كان بيلعب طبعا بيبقوا عندهم يعني مشاعر العيله كمان بتبقى اكتر بكتير كمان من الجمهور العادي فبيبقوا قلقانين على ابنهم اخواتي كانوا يحكوا لي كده اقول لهم يا جماعه ما هو عادي يقول لك لا لا مش عادي تخيل مثلا هو يعني اسرتك بتتفرج عليك تلعب مثلا جبت جون فبيفرحوا لك لا قدر الله مثلا اتخبطت او وقعت هم ولو بتلعب بره مصر كمان قلقهم عامل ازاي صحيح خلي بالك فكره ان برده محمد لعيب صغير من وهو صغير بيطلع معسكرات رايح كاس امم بطوله عربيه مش يعني فدي برده بتفرق ان هو يعني متحمل مسؤوليه من هو صغير فدي برده اسرته ممكن تبقى قلقانه طب الشهره الزياده دي ممكن تعمل فيه ايه لكن هو واضح ان هو لعيب يعني زي ما حضرتك قلت كده البيت مؤسسه كويس واضح يعني فهو لعيب هادي يعني هو رغم ان هدوءه ده ساعات بيوترنا احنا واحنا في المدرج بس لا هو لعيب يعني احنا النهارده هنجيب له شويه حاجات يا كابتن اسلام تثبت فعلا ان هو كان فيرم صغير يلا يلا هات لنا الحاجه بقى طب ماشي يعني نبتدي بمحمد عبد المنعم انت عايزه ماشي نبتدي بمحمد عبد المنعم اتفضل يا كابتن صبري هو يعني احنا حابين نقول بس ان ارقامه يعني لحد ما تتحط على الشاشه ارقامه بتقول ان مش بس هو مدافع كويس لا انا ما اعرفش والله انت بتتكلم عن محمد لكن لا. هو انا بشوف ان هو بالارقام اللي محققها في البطوله دي طبعا بالمستوى اللي هو مقدمه خلال السيزون كله ومن وقت بطوله امم افريقيا كمان ده افضل مدافع داخل القاره بلا منازع داخل يعني القاره اكيد بكل تاكيد بالنسبه لي هو الافضل يعني هو لعب طبعا في بطوله افريقيا شارك في 14 مباراه سجل 4 اهداف رقم في مهاجمين كتير في البطوله ما جابوهوش اصلا دقه تمريراته 91% رقم برضو محترم جدا وكبير الحقيقه مراوغات صحيحه وده رقم يعني اللي هو بقى كابتن احمد حسن كان بيقول عليه هو ده اللي احمد حسن قال عليه صح 5 مراوغات الخمسه صح يعني ما اخطاش في ولا مراوغه طبعا دي الحاجات اللي كان برضو جيلبرتو بيقول عليها دلوقتي ان هي كانت بتقلقنا احنا واحنا قاعدين في المدرج ان هو الحقيقه لعيب كبير جدا فاز بالكره 183 مره خلال البطوله في مقابل ان هو خسر الكوره 14 مره بس احنا بنتكلم عن ارقام الحقيقه ارقام كبيره جدا لما بيقدمها مدافع صغير في السن وبيقدم هذا المستوى الكبير فانا بكل تاكيد شايفه احسن مدافع داخل القاره في افريقيا مش هقول من الافضل من المحترفين اللي بيلعبوا في اوروبا من الدول الافريقيه ولو اني شايف ان هو احسن من ناس كتير بتلعب في اوروبا يعني لكن خلينا نكون واقعيين هو بيلعب داخل قاره افريقيا لا هو افضل مدافع موجود داخل القاره دلوقتي يعني طيب مين تاني هنتكلم عنه لا ممكن نكمل كلامنا عن محمد عبد المنعم لو هنجيب معانا صوره الهدف نفسها يعني لقطات الهدف بعيدا عن هجمه الجون الهدف نفسه الهدف في 3 لقطات والكاميرا موضحه تمركز محمد عبد المنعم كان فين وقت علي معلول حط الكوره تحرك التحرك الثاني ازاي التحرك الثالث اللي بعديه عامل ازاي 3 تحركات دول ده تحركات حضرتك كده لما هتشوفهم يا كابتن ده تحركات فلافيو ده فلافيو في 2008 بص هنا بص هو واقف فين عايزين نتكلم كمان على السكرين اللي اتعمل بالظبط يعني بص هنا اهو هو واقف اهو تقريبا اللي قدامه ده عمرو السوليه تقريبا هو سكرين عمرو السوليه هو قدام والسوليه ومعاهم مدافع وفي زوله بالظبط بص هيتقدم بقى السكرين اللي بعده
بص راح فين؟ هو اتقدم وفضل السوليه واقف عشان يحجز المدافع ويعملوا سكرين، بقى هو بقى المدافع بتاع الوداد الثاني اللي مع السوليه، هو والسوليه عاملين سكرين، فزولا مش شايف الكره رايحه فين. صح. او ما توقعش. وزولا ده يعني اللي هو يعتبر اللي بيلعب بدماغه احسن واحد فيهم. بالظبط. الكره في ماتش ازاي في كره اتشطت في دماغه ردت قام عادي يعني الحياه. فالكره اتحطت من معلول. دي فلافيو، دي فلافيو 2008. صح. يا كابتن اسماعيل وفلافيو الاسماعيلي يعني، دي بص دي كور فلافيو، انت كنت ترفعها له وطلع على ما راح وركب الكوره كان زولا يا دوبك لسه بيشب مع الارض. يعني كان خلاص، كان عدى خلاص يعني. بص محمد عبد المنعم صبري كان بيقول ايه، جايب اربع اهداف في البطوله دي، الاربع اهداف في البطوله لا اربعه، اربعه في البطوله افريقيا. اربعه، الاربعه اللي صنعهم له علي معلول، علي معلول والاربع ضربات راس. بص هنا ده، هنا بص التيك اوف قدامه اثنين مدافعين من الرجاء، ده ماتش الرجاء. علي معلول لعب له الاوفر واخد تيك اوف يعني رهيب، واصلا حطيتها حلو قوي، حطيتها حلو وصعبه يعني، احنا حتى واحنا في الاستاد بنتفرج ما كناش متخيلين هو جابها ازاي يعني بدماغه. احنا اصلا ما تخيلناش، قلنا ايه اللي جابه هنا، ما كانتش كره ثابته. ما كانتش كره ثابته. كره ثابته صح. بص هنا ده ماتش سان داونز. اوكي. 1-0 سان داونز، احنا ده جون التعادل. بص هو واقف فين يا كابتن اسلام برضو. هيتحرك التحرك الثاني، بس هنا المره دي التكنيك مختلف، ما طلعش للكوره، لما لقى الكوره قليله هتلاقيه نزل عمل زي سكوات كده ونزل لها وراح موجهها في الزاويه البعيده. يعني بص السكرينه اللي بعدها هتلاقي، بص هو ما نطش هنا، لقى الكوره وراح شويه وراح حاططها في الزاويه البعيده. الجون اللي هو بدايه البطوله يعني، هو معاه لقطه يعني، هو معاه اللقطه، هي البطوله سبحان الله هي لقطته. لعيبه الاهلي كلها في البطوله دي عاملين اداء رائع، بس هي اللقطه الاخيره والبدايه والاخيره معاه. وبرده علي معلول لو هنجيب برده كوره الاتحاد المنستيري اللي هي مباراه الذهاب اول مباراه، بص هو بقى هنا فين؟ بره ال 18 خالص. بص وقت ما بيجيب الجون هو تمركزه راح فين؟ يعني السكرين اللي بعدها هتلاقيه، بص يا كابتن في الست قرب الست يارده واخد الكوره وحاططها في الزاويه البعيده. يعني النهارده انت بتتكلم عن لعيب، والسنه اللي فاتت طبعا دي ما جبناش، السنه اللي فاتت في ماتش الرجاء 1-1 دور الثمانيه كده نفس اللعبه، نفس اللعبه علي معلول. صح. وفي نفس الجون ده نفسه حتى اللي هي المرمى ده. فالنهارده هنتكلم على التكنيك، لاعب هو في مركزه كقلب دفاع مميز، كورته مميزه، لما بيطلع يعمل الزياده الهجوميه مميز. فالنهارده كل دي كواليتي لاعب في النادي الاهلي بتبين لك ان يعني في شغل بيتعمل، في لعيب بيهتم بنفسه يعني، ده برضه هنا ده جزء ان اللعيب نفسه بيهتم طبعا بنفسه طبعا. في شغل هو مع المدرب بيعمله، وفي نفس الوقت شغل بدني عشان يفضل يحافظ على ده. ان هو النهارده التيك اوف بتاعه بسم الله ما شاء الله، تمركزاته في موضوع الهيد يعني هو مش متوقع. شوف هو جايب اربع اهداف بضربات الراس، الاربع اهداف كل هدف فيهم مختلف عن التاني. فالنهارده دي حاجه تحسب له، بنشكره عليها وبنقول له انت لسه صغير، لسه عندك المزيد، ممكن تبقى من احسن المدافعين مش بس في افريقيا، لا انت ممكن تبقى احسن مدافعين في العالم. كلنا بنشوف في الدوري الانجليزي المدافعين بيغلطوا ازاي. فالنهارده انت بص على نفسك هتلاقي نفسك، لا انت واحد من التوب ليفل بتاع المدافعين، وهتكون ان شاء الله مع منتخب مصر لسنين طويله. يا رب يكمل له على خير. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الرأس الذهبيه ونرجع نكمل مره اخرى. كانت الرأس الذهبيه الحقيقه احنا كنا لسه بنتكلم عن هدف فلافيو. عمالها حطها الناحيه الثانيه كده غريبه. كنت واقف ثالثه شمال فوق ما انساهاش، كنت في الملعب ثالثه شمال فوق الدرجه اللي فوق بعيده خالص وشايف فلافيو بيتحرك. قلت انا مش عارف هو بيعمل ايه، بينط وبيجيب الكره بدماغه يعني. تكنيك الجون نفسه انا فضلت واقف شويه لحد ما كده احتفلت، اللي هو بس احاول استوعب الجون ده داخل ازاي يعني، هو عملها ازاي. لا للامانه فلافيو كان حتى في كاس سوبر الصفاقسي كسبناه 2-1 اعتقد، كان تقريبا بعد البطوله دي مش فاكر، كان كسبنا 2-1، كان جيلبرتو برده اللي عمل الكورتين لفلافيو، برده فلافيو جاب جون بدماغه غريب كده يعني. فاكر الاسماعيلي برده 1-0 دوري، الدوري هو كان في دوري كان دوري 2010 الماتش الحاسم برده اللي لفها 2009 دي. لا 2009 ده اللي هو الدوري الحاسم ده برده لعبها بطريقه حرس الحدود اعتقد حرس الحدود المباراه لا الماتش كان في استاد حرس الحدود، استاد حرس الحدود يعني ماكس يعني البطوله دي كانت جميله برده. طيب مارسيل كولر يا صبري، مدرب الحقيقه عمل طفره مع الفريق، لعيبه كتير استعادت مستواها، لعيبه كتير مستواها تطور جدا في الفتره الاخيره دي، لعيبه كانت بتعرض لانتقادات كبيره من السنه اللي فاتت، احيا مسيره حد زي بيرسيتاو مثلا اللي احنا كنا متعاقدين معاه عشان نشوف منه المستوى اللي احنا شفناه السنه دي، تعرض لاصابات كتير الموسم اللي فات
وحتى التعامل معاه السنه اللي فاتت في الدفع بيه وهو مش جاهز اغلب الوقت كان بيعرضه لاصابات تانية وكان بيخلي شكله وحش مع الجمهور وعلاقته كانت سيئه. الحقيقه تاو ما بين الموسمين كان عنده اصرار كبير ان هو يرجع. كولر صبر عليه لحد ما شفي تماما من اصابته ولذلك استفاد بيه جدا. بدا يحطه في المكان اللي هو يقدر يبدع فيه على الجناح اليمين عشان يدخل برجله العكسيه ويبقى قريب من المرمى. هو لعيب عنده ملكات كبيره جدا وذكي جدا في الملعب فقدر يستفيد بيه. لعيبه كتير جدا استعادت الحقيقه مستواها ولعيبه كتير جدا احنا كنا شايفين ان هي خلاص بنقول لا خلاص كفايه لا قدر ان هو يرجعها ويقدم منها نسخ تانية. شفنا لعيب زي مروان عطية واحنا كنا شايفينه مع الاتحاد السكندري لعيب كويس احنا شفنا منه نسخة مختلفة تماماً. حتى تعديل المركز احمد حسن كابتن احمد حسن يعني قال كلام النهارده مهم جدا كمان فيما يخص مروان عطية. قال لك يعني هو نصحه احمد حسن نصح مروان عطية ان هو يقرب ويشوت. صحيح لانه كتير بتجيله الفرصة قدام منطقة الجزاء ان هو يشوط وهو عنده الجرأة هو بيشوط لكن التسديده دايما مش متقنه. صحيح. فهو عنده الحته دي لو قدر يطورها يعني هو احنا كنا بنشبهه شويه كابتن هشام حنفي القدره على الجري الكتير وانه يظهر بين الخطوط للعيبه ويستلم وعنده الجرأه دي وعنده الشخصيه دي ويقدر يكمل بالظبط لان كابتن هشام كانت رجله تقيله جدا وكانت مظبوطه على الجول. فهو مروان محتاج جدا يطور الحته دي هتفرق معاه كتير وهتفرق معاه كنجوميه حتى وكاسم طبعًا يعني طبعًا. لعيب ممتاز وفي لعيبه كتير الحقيقه اثبتت يعني حتى محمد عبد المنعم مع 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 سموحه في فتره الاعاره او في الفترات اللي هو طلع فيها اعاره وكان بيقدم مستوى كبير وكنا شايفين ان هو مدافع كويس لا اللي بيقدمه مع الاهلي السنه دي مستوى مختلف تماما حته ثانيه يعني. فده مدرب كبير. المدرب الكبير ده الحقيقه كمان بان يعني طبعا هو بان في ماتشات كتير لكن امبارح انا جايب شويه لقطات برده تخص المباراة بتاعت يوم الأحد ونشوف الراجل ده عمل ايه وكان حضر ايه في الفترة. يعني احنا حصل ان الملعب كان وقف في الفترة بتاعت الشماريخ الدخان الكثيف ده خلى الملعب وقف شوية والماتش وقف ودي كانت فرصة الحقيقة ان هو شكرا لجمهور الوداد جدا 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 الاهلي اختلف تماما بعد الايقاف ده. ليه؟ لان الراجل ادى تعليمات واضحة هنشرحها دلوقتي مع الحالات اللي معانا عشان نقول احنا الجون اللي جه ده ما جاش صدفة يعني احنا ما خدناش الركنية دي صدفة وبالتالي يعني الركنية نفسها كان فيها شغل فني كويس انما ما جاتش صدفة يعني هي مش كورة اتحطت. لا كورنرز بسبب اعتقد احمد عبد القادر وسرعه هنشوف هنا يعني اتفضل هنا الكوره مع علي معلول. علي معلول هيعمل ايه؟ علي معلول هيعلق الكوره جوه ال 18. هو كان في تعليمات بقى بكده في الربع ساعه الاخيره دي بعد التوقف ان احنا دايما نحط الكوره عاليه جوه ال 18 عشان حاجه من الاثنين يا اما نلعب على السكند بول يا اما هناخد ضربه ثابته سواء ركنيه او رمي التماس وده اللي كان بيحصل. لما اتحطت الكوره ورجعت هنا دلوقتي زهير المترجي خد الكره من ناحيه الشمال. اللي حصل انه كان طبيعي جدا او هو كان عايز يعمل يبص على يحيى جبران ويحط له الكره في قلب الملعب عشان يقدروا يحتفظوا بالكره ويطلعوا بالهجمه. قفشه منع او قفل زاويه التمرير فاضطر المترجي ان هو يكمل بالكره فراح عليه ديانج وراح عليه ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وياسر ومحمد عبد المنعم بيشاوروا لديانج بيقولوا له ارجع بالكره للشناوي. ديانج ما عملش كده. ديانج لف بالكره ورجع تاني ونقل نقلتين الكره راحت لمحمد هاني قام حاطط الكره تاني على طول زي تعليمات كولر ما قالت حط الكره جوه ال 18 فزولا قام مطلعها ركنيه ودي الركنيه اللي احنا جبنا منها الهدف. اوكي ليه انا بقول كده؟ ده مش صدفه لان في الاربع دقائق اللي هم استؤنف فيهم اللعب بعد الايقاف عملنا الكره دي 4-5 مرات بنفس الطريقه وجاء 4-5 برضو بالزبط. دي كانت تاني او تالت كورنر ناخده يعني كره الهدف دي تقريبا الكورنر التاني او التالت بعد اللقطه دي. أوكي. النهارده زي ما صبري قال كده مدرب بيتعامل وعارف مشاكل الفرقه اللي قدامه بيتعلم من اخطاء صبري زي ما هم مميزين في ان هم بيلعبوا الضربات الثابته والكره معاهم بيلعبوها كويس هم عندهم كمان مشاكل في التنظيم في التنظيم الدفاعي اثناء الضربات الثابته وبالتالي هو لعب على الحته دي في اخر ربع ساعه انا هاخد ضربات ثابته كتير هناك وهجيب منها وقدر فعلا ان هو يجيب منها. فاحنا وعلى فكره التحضير لماتش الرجاء نفسه يعني عفوا الوداد باستثناء يعني هم لعبوا الكره اللي هي بتاعت الجون دي هم لعبوها مرتين لما خدوا الفاولات اللي بياخدوها بيلعبوها بالطريقه غير كده مفيش حاجه صح. فالنهارده حتى الجول كان فيه توفيق كبير يعني فانت مطلعهم
من الجيم على ملعبهم اللي هم المفروض هم اللي عايزين يسجلوا. بس انا برضو مع احمد كابتن احمد حسن في هذا الامر ان احنا افضل فنيا بشكل واضح. يعني انا قلت انا كان كلامي واضح من الاول ان الشناوي ما راحش عليه ولا كوره طول الماتش. الشناوي كان كل الكور اللي بتجيله كانت كور عاليه وبيطلع ياخدها يعني ما فيش فرص. يعني حتى الكره اللي دخلت كان فيها توفيق كبير. يعني خلينا انا اسف يا كابتن اسلام نستعرض ارقام كولر. يعني نختم فقره كولر بالارقام بتاعته اللي هي لحد دلوقتي واحنا بقينا في توقف فهنستريح شويه. دوري بص يا كابتن اسلام الراجل يعني النهارده ده الماتشات اللي بيلعبها بص نسبه الفوز عنده مثلا في الدوري كسبان لعب 24 مباراه في الدوري 3 في الكاس و2 في السوبر بالظبط. فالنهارده دي كلها نسب الفوز بتاعته بص في ال 19 مباراه كسبانهم في الدوري متعادل 5 مفيش خساره مسجل 45 هدف في الدوري مستقبل 7 بس الشباك النظيفه عدد كبير اللقب لسه الكاس مسيرته في الكاس النهارده بعد كده خد اللقب الكاس هو لعب فيه 3 ماتشات طبعا ماتش المقاولين بنعتبره ان هو تعادل وبعد كده كسب سموحه ثم بيراميدز في النهائي ماتش السوبر لعب ماتشين ببطولتين خدهم النهارده في دوري ابطال افريقيا بنتكلم باستثناء مباراه سان داونز احنا عاملين ارقام هجوميه رائعه البطوله اجمالا احنا مسجلين تقريبا 23 هدف ومستقبلين 10 اهداف منهم هو ماتش سان داونز ده ماتشين سان داونز بعد ماتشين سان داونز استقبلت 3 اهداف لحد نهايه البطوله يعني الارقام نفسها حتى بتاعت البطوله قريبه لبطوله 2005 اللي هي كانت من اعظم البطولات الاهلي عملها كرقميا هجوميا ولكن طبعا مع اختلاف ان وقتها في 2005 ما خسرناش ولا مباراه يعني خلي بالك احنا عندنا رقم عظيم جدا في التهديف في البطوله دي احنا اول نسخه او اول بطوله نسجل فيها 11 جول خارج الارض دي مباراه افريقيا 14 مباراه فزنا 9 تعادلنا 3 خسرنا 2 سجلنا 27 بالظبط 27 23 استقبلنا 10 يمكن منهم 7 من سان داونز صحيح بالظبط يعني 27 منهم 11 جول خارج الارض ودي اول مره الاهلي يعمل كده حصلت مرتين عشان نكون يعني واضحين لا حصلت في 2020 نسخه 2020 بس دي كان فيها كنا لعبنا فيها اطلع بره ويطلع بره كانوا ماتشين هنا فكان في 4 جوال كانوا في استاد القاهره بس كان المفروض ان هو ملعب اطلع بره وحصلت في النسخه اللي بعدها كمان لكن كان النهائي بتاع كايزر تشيفز بتلعب في المغرب على ارض محايده فدي الثلاث مرات اللي الاهلي فيهم سجل 11 هدف خارج الارض دي تعتبر رسميا بقى او فعليا هي ال 11 هدف خارج الارض لانه كلهم فعليا. في ملعب المنافس يعني واربع بطولات من 4 خلق الدوافع ازاي التعامل مع المباريات النهارده فرقه الاهلي مرنه بتلعب باكتر من طريقه فلا يعني يعني حتى الان موسم استثنائي لهذا الرجل في وقت قصير عالج اخطاء كتير ويعني ان شاء الله ده لما ياخد كمان وقت اكبر ويريح اكتر ويستعد اكتر اكيد النادي الاهلي هيبقى بشكل افضل معاه. كيف تطور اداء بيرسي تاو؟ بيرسي تاو تعرض لموسم سيء جدا مع السنه اللي فاتت اصابات كتير جدا والحقيقه ان كان بيتسو موسيماني كان عنده مشكله مع بيرسي تاو او لان هو اللي جابه فانا جايب لعيب يا جماعه ده لعيب كويس فانا عايز اثبت دايما ان هو كويس فكل يا دوبك ما يخف او منزله الملعب وبعدين اصر عليه هو مش جاهز لا فنيا ولا بدنيا ولا حتى اكتمل شفائه فبالتالي بيظهر بشكل وحش ماتش والتاني ويتصاب فالحقيقه ان هو اتظلم كتير جدا بيرسي تاو السنه اللي فاتت السنه دي مع اول موسم حصل له اصابه في الاول فالراجل كولر واضح ان هو قال لا يا جماعه ستوب الراجل ده مشكلته فين حلوها تماما طبيا ولما يبقى جاهز 100% وسليم يبقى يلعب وبدا يديله عدد دقائق لما خف تماما بدا يديله مشاركات تدريجيه ايام السنه اللي فاتت كان بيرسي تاو بيرجع من الاصابه يلعب 90 دقيقه يعني ينزل على طول في التشكيل الاساسي لا المره دي لا كان في تعامل مختلف خمس دقائق في 10 دقائق في ربع ساعه لحد ما بدا يلعب ال 90 دقيقه هو كمان بيرسي كان عنده رغبه كبيره وواضحه ان هو يثبت ان هو صفقه رابحه وصفقه كبيره فالحقيقه الاداء اللي قدمه السنه دي اكتر لاعب مساهم في اهداف في دوري الابطال صنع 5 وسجل 5 اكتر حد ساهم باهداف في البطوله دي والمستوى الكبير اللي قدمه حتى في احلك لحظات البطوله بالنسبه لنا اللي هي كانت ماتش الخمسه بتاع سان داونز اكتر لعيب كان واقف على رجله هو بيرسي تاو فقدم الحقيقه شخصيه كبيره جدا وقدم مستوى كبير انا بشوف ان هو افضل لاعب بس عشان يعني. اللقطه دي بالنسبه لي هي لقطه هامه جدا سيد عبد الحفيظ ماسك كورتين ما ده اللي احنا لقطه مهمه جدا ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن اسلام ويمكن اللقطه دي كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره في النادي الاهلي ماسك كورتين في ايديه بتبروز قد ايه انت عايز اكسب النادي والنادي الاهلي هادي يعني السنه اللي فاتت مش كان في اخطاء اتكلمنا فيها حصلت طبعا.
بنتعلم. طب ايه اللي اتعلمناه؟ دي واحده منهم. النهارده السنه اللي فاتت كانت بنشتكي ده من ايه؟ مفيش حد بيرمي لك الكوره في الملعب. طب فالكوره الكوره معانا خلاص، انا اللي هرمي، احنا اللي هنرمي الكوره. صح. فدي من الحاجات المهمه. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان في تفصيله مهمه، يعني من الحاجات ليه انا بقول قبل الهوا كابتن اسلام كنا بنتكلم على 2006. 2006 كان الوضع ان احنا متعادلين هنا في مصر مع الصفاقسي، كسبانين، دخل فينا جون، الناس محبطه شويه. حضرتك حكيت لنا مانويل جوزيه عمل ايه لما شاف لعيبه الصفاقسي بتحتفل، ورحنا ازاي. النهارده الجمهور هو مسافر مؤمن بفريقه، عايز يساعد فريقه، كل التركيز ان هم مسافرين تونس عشان يرجعوا باللقب. المدرب عمل السيناريوهات بتاعته، الاداره جهزت الفريق، الجمهور راح عمل دوره، فربنا في الاخر كرمك ببطوله بالهدف اللي جه بتاع ابو تريكه في الدقيقه 92. فالنهارده دي نفس الامر هنا في 2023 بتحصل. بص مع فرق السنين، بس انت رايح كسبان، بس كسبان في جون دخل فيك احبطك شويه، لان موضوع الجون باتنين مع سيناريوهات السنه اللي فاتت، فانت رايح قلقان. بص التصريح ده كابتن اسلام، ده بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، قاله ان لما راحوا هناك الجمهور لما ابتدى يوصل، مشجع كريم وهو صديقنا بالمناسبه، يعني كريم تهامي من الناس الاهلاويه الشباب، يعني ناس كتير سافرت، قال له فكره، قال له احنا ممكن بما ان احنا على طول كل ما بنمسك الكوره الجمهور بيصفر علينا بالصفافير جامده، ملعب محمد الخامس، اي حد راحه بيقول لك احنا ما بنسمعش بعض، يعني لو انت قاعد انا قاعد جنبك في الاستاد مش هسمعك وانت بتتكلم من كتر الضغط. فقال له طب احنا ممكن في التمرين اللي مسموح للجمهور ان هو يحضره نعمل اللقطه دي، لما لعيبه الاهلي تبقى بتتنقل بالكوره احنا واحنا في التمرين احنا هنصفر. احنا معانا فيديو من التمرين، زميلنا احمد يماني كان هناك وحضر التمرين صوره، ويعني اداه لنا. بص يا كابتن اسلام، يعني لو هم يجيبوا الصوت ده، التمرين مش الرئيسي اللي هو قبله، التمرين الرئيسي كانش فيه جمهور، وهم واقفين بيصفروا، يعني لو الصوت يظهر للناس والطبلة. بص يا كابتن اسلام سامع الصوت ده، هم فضلوا مثلا في بتاع ربع ساعه وما بيعملوش غير كده في التمرين. ليه؟ عشان خاطر يعودوا اللعيبه شويه على الاجواء. النهارده ده دور، النهارده الجمهور راح، اللي مسافر المغرب هو مش مسافر يتفسح، هو مسافر، دي المجموعه حضرت التمرين، المجموعه دي وفي قدها كان موجود قدام فندق النادي الاهلي قبل ما يروح التمرين ده يسندوه ويأزروا اللعيبه ويطمنوا اللعيبه ان ده كان اتفاق مع كابتن سيد. هو قال لكابتن سيد الفكره، كابتن سيد قال له تمام تعالوا التمرين واعملوا كده. فهم بص اهو رايحين ماسكين بعدد صوت قليل، يعني بس في الاخر الملعب يعني صدى الصوت، الغرض يعني سمع الصوت قوي جدا، قوي قعدوا يعني يصفروا فتره طويله والى كان اللعيبه عايشه المباراه، عشان اللعيبه حتى الجمهور بسم الله ما شاء الله لهم دور، يعني رايحين طبعا الناس مش رايحه تتفسح، يعني الناس رايحه عشان ليها دور هي عايز تعمله في الملعب نفسه. شفنا اعداد جماهير الاهلي كانت عامله ازاي، ناس جايه من مصر، مسافره من مصر، في من دول عربيه، من دول اوروبيه. فالنهارده بنتكلم الجمهور نفسه عمل دوره الملحمي في الاستاد، الاداره عملت دورها، الجهاز الفني عمل دوره، اللعيبه نفسها امنت بفكره ان هم لا احنا رايحين كسبانين ونقدر نرجع، واخطاء السنه حتى لما اتاخرنا بهدف كنا واقفين على رجلنا. لعيبه النادي الاهلي حتى أنا يعني للامانه حتى كره حسين الشحات رغم ان الانفعال صعب لان حكم تاني كان ممكن يطرده، يعني يتلكك ويقوم طرده، فالحمد لله ان هو عشان لان الحكم عارف ان هو غلط اصلا، ان الكوره ما ينفعش في هجمه بالطريقه دي تصفر عشان خاطر في لعيب واقع، خصوصا ان لما كان في لعيب من نادي الاهلي عمل حركه عجيبه جدا، هو اصلا جري على اللعيب وبعدين سابه وراح يكمل الهجمه، وبعدين لما الكوره راحت لكهرباء قام مصفر ورجع يعني. فيعني هو الشوط الثاني على فكره لما ديانج وقع هو ما وقفش الكوره وهي في رجل لعيبه الوداد. فالنهارده مع كل ده لا، لعيبه الاهلي كانت واقفه وثابته. الشوط الثاني لما نزلوا هدوء تام حتى في التعامل مع فكره اللعيبه اللي بتقع وتمسك الكوره وتنام بيها، كان في هدوء تام. فالنهارده لا، كل واحد في البعثه عمل دوره. حته الجمهور دي كنت يعني حابب اتكلم فيها كابتن اسلام، ليه؟ لان الناس بتفتكر برضو الناس دي مسافره بتحضر الماتش وبتتفسح، لا هو يعني تكبد بس له دور، له دور صحيح. يعني هو تكبد النهارده فلوس في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي، النهارده الناس دي سافرت، الناس اللي راحت من اوروبا، الناس راحت من الخليج، فالنهارده هو موجود مش بس لا ده بيصحى من النوم راح الفندق عشان اللعيبه وهي رايحه الاستاد، ويبقى واقف معاها بيساندها عشان لو مثلا ايه ما يبقاش في جمهور مثلا الوداد يروحوا يعملوا المناوشات اللطيفه بتاعتهم، لا هم احنا موجودين معاكم في قبل التمرين، في التمرين احنا موجودين برضو معاكم، واحنا في الماتش موجودين معاكم، بعد المباراه في شوارع كازابلانكا راحوا احتفلوا مع اللعيبه. فالنهارده هي حاله، فالنهارده ربنا هيكرمك، والحظ اللي الناس بتقعد تقول لك ايه النادي المحظوظ ده، ما النادي محظوظ ربنا كرمه بالحظ ليه؟
جمهوره بيأدي دوره، إدارته بتأدي دورها من غير ما كل واحد يطلع يقول أنا أنا أنا. كل واحد بيبدي مصلحة النادي على مصلحته الشخصية. رئيس النادي بتاعه راجل محترم ما بيغلطش في حد، بيشتغل للنادي. أعضاء مجلس إدارة كذلك. مديره الفني لا ما بيتكبرش، النهارده بيشتغل وبيلعب وبيجتهد. لو أول مرة يجي يدرب في أفريقيا شاف الأجواء اتعلم منها. لعيبة النادي الأهلي نفسها كان عندها إصرار إن هي تاخد البطولة الثالثة من 4 نهائيات عشان يبقوا جيل ذهبي تاني في الألفية اللي احنا فيها دي بعد الجيل بتاع حضرتك كابتن إسلام. فالنهارده ربنا سبحانه وتعالى لما بتاخد بكل الأسباب بيوفقك، فالحمد لله وفقنا بهدف النهارده. ده هدف ذكرى لكل الناس اللي حضرته في الملعب، ذكرى لينا كنا نفضل نفتكر إن البطولة دي جبناها من قلب كازابلانكا اللي هي نفس الملعب أو نفس البلد اللي احنا حسينا إن احنا لما رحنا مباراة من بطولة نهائي من مباراة واحدة إن اتظلمنا بسبب طريقة الاختيار. صحيح. مش أي صحيح. شيء آخر. الحقيقة مباراة أو يعني من وجهة نظري هذه البطولة هي بطولة رائعة بكل المقاييس، ويستحق كل هذا الجيل من اللاعبين يستحق عليها التحية، ويستحق الجمهور أيضا التحية، ويستحق مجلس إدارة النادي الأهلي التحية، ويستحق كل من كان له دور إعلاميا قناة النادي الأهلي، كل المجموعة اللي كانت موجودة في قناة النادي الأهلي الحقيقة وعملت دورها خلال الفترة السابقة. أنا ليه بقول هذا الكلام؟ لأنه إحنا ابتداء من يوم الأحد هنبتدي نركز على حاجة تانية. خلاص الأجازة هتخلص، أجازة اللاعبين يعني هتخلص، واللعيبة هترجع بالسلامة. هنشوف هنقدر نعمل إيه مع اللاعبين خلال الفترة اللي جاية، وبعد كده إن شاء الله هنبتدي بقى نركز على مباريات الدوري. فعشان كده كل واحد لازم ياخد حقه، وكل واحد يستحق إن إحنا نرفع له القبعة. هنقول هذا الكلام، جمهور النادي الأهلي زي ما صبري وأيمن جلبرتو قالوا يستحقوا الحقيقة كل التحية كالعادة، كل التحية وكل التقدير من بعد مباراة سان داونز والهزيمة القاسية علينا الحقيقة في مباراة سان داونز. الأمور اختلفت تماما بسبب شيء واحد، التكاتف ووجود جمهور النادي الأهلي دايما في كتف كل لعيب من لعيبة النادي الأهلي، هو ده اللي خلاهم يرجعوا يكسبوا القطن 4 ولا 3 ثم يكملوا في بقية المباريات ونصل إلى المباراة النهائية ونفوز بهذا الأداء الرائع. هذه البطولة هي بطولة العجائب والغرائب بالفعل. ربنا كرمنا بسبب الحظ، الحظ اللي بيجي لكل مجتهد، وفي النهاية النادي الأهلي استحق هذه البطولة عن جدارة بشهادة الجميع، لعبة الوداد وجمهور الوداد قبل أي جمهور آخر. أنا بشكرك جدا يا صبري. قبل ما تشكرني في حد أنت نسيت تشكره. أطهر الطاهر. أطهر الطاهر تنسيت تشكره. ده أنا شكرته كتير، شكرته كتير، يعني مش عايز أقول لك إن أنا شكرته يعني كتير جدا جدا جدا. ويعني بس محمد هاني ضيع. ما بيفكروش. وحارس صدام صد. الشناوي صد ضرب الجزاء في الهلال. الشناوي صد الهلال. فيعني فهنشكر مين ولا مين ولا مين ولا مين، لكن عموما أنا بشكركم جدا. أنا بشكرك يا صبري وألف مبروك مرة تانية. شكرا جزيلا. بشكرك يا كابتن، ويعني يا رب كتر أفراحنا ودايما كل حلقة بكاس كده إن شاء الله. موعودين أنتوا على طول. شكرا أيمن على وجودك، ألف مبروك. شكرا، الله يبارك فيك ومبروك لنا كلنا. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع. يا رب دايما كتر أفراحنا، ويا رب دايما نحتفل، ويا رب دايما نفضل مبسوطين بهذا الفريق المحترم ومجلس الإدارة المحترم، ومن قبل ده وده جمهور يستحق كل التحية ويستحق كل البطولات. إن شاء الله يبقى أسبوع دايما كويس علينا. إن شاء الله نشوف حضراتكم بقى يوم الحد القادم. إن شاء الله تبقى حلقة بقى أو بداية جديدة من خلال بقى تركيزنا في الدوري العام، وربنا يسهل ونشوف ايه اللي هيحصل في الدوري العام. بشكركم وان شاء الله اشوفكم على خير.